هذا العمل ليس له صلة بالطب النفسي، وأي تشابه في الأعراض والأمراض والبشر هو محض صدفة مقصودة. دكتور علوي حلاوة، في برنامج المرأة بننتهز الفرصة وبنسأل سيادتك سؤال شاع المناقشة فيه في الفترة الحالية، وهي قضية مهمة بنسترشد برأيك كأحد علماء النفس البارزين في المجتمع، وهو قضية عمل المرأة. رأي سيادتك فيها إيه؟ في الواقع أستاذة مديحة، هذا سؤال أنا من وجهة نظري وكأستاذ في علم النفس أعتبر أن هذا الموضوع موضوع الساعة. إن عمل المرأة له وجهان. الوجه الأول إن هو بيدي للمرأة شعور من الانر فيلينج بالثقة بالنفس والاعتداد والزهو، ما فيش كلام. ومن وجهة النظر الثانية أيضا بيمثل في حياة المرأة وجودها داخل الأسرة بالانتماء مع نسيج الأسرة، وده بيمثل ممكن يعني نقول عليه family responsibility، ما فيش كلام. عظيم جدا. الحقيقة دكتور، احنا النهاردة بنستغل وجود حضرتك وبنسألك سؤال وهو مهم بالنسبة لبرنامج المرأة. حضرتك بتفضل الأكل الشرقي ولا الأكل الغربي؟ والله يا أستاذة مديحة، في الواقع أنت يعني بتثيري قضايا، وأنا من رأيي هي قضايا مهمة جدا وإن بدت هامشية، إلا أن يعني أنا في الواقع يعني أميل لأكل أم وائل قوي. وانت ما تتصوريش قد ايه يعني لو انا دخلت البيت ولقيتها عامله ملوخيه، ما تنسيش ان 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 يعني طشه الملوخيه دي في البيت بتضفي عليه شيء من الاصاله، وان ترجعي بذهنك لورا مئات السنين لانشنت بيبل علشان تفتكري كل الايام الجميله اللي انت قضيتيها، وده شيء يعني من الاصاله ما فيش كلام. ايضا برضو وهي مساله وجيهه جدا ويجب ان احنا نوليها شيء من الرعايه والاهتمام، ان هي لو عملت اكله برضو كامثله الاكلات الحديثه زي النجريسكو البيتزا والحاجات دي محطوطه على السفره، تحس كده ان البيت اصبح بيت مغاير تماما، في بقى ريح المعاصره بتهب عليكي من ترابيزه السفره، وتحسي ان انت في اجواء تانية وان انت منفتحه على ثقافات الاخرين، مفيش كلام. ايه ده يا استاذ سعيد؟ دي استمارات رحله سيادتك الاخيره لاسوان يا فندم. وجايبهم لي اهبب بيهم ايه؟ اصل سيادتك هنا الرحله متكلفه 20,000 جنيه في اليومين، يعني ايه يا فندم؟ اليوم يقطع 10,000 جنيه؟ معقول يا فندم؟ افندم في عينك وين كمان؟ ما هو سعادتك يا فندم لو سافرت اسوان بسفينه فضاء ورجعت بمكوك فضائي ونزلت في البيت الابيض الامريكاني، ده لا يمكن يتكلف غايته يعني 2000 جنيه، يعني قول 3,000 جنيه، لكن لا يمكن يبقوا 20,000 جنيه في يومين. انت بتقصد ايه يا استاذ؟ فسر كلامك لو سمحت، انا مش فاضي. قول اللي انت عايز تقوله وبصراحه. بصراحه يا فندم؟ وبمنتهى الصراحه يا فندي. سعادتك بقى طالما طلبت مني الصراحه كده تبقى حضرتك حرامي. لا ومش حرامي وبس، ده انت كمان لص. ما دام فتحنا قلوبنا لبعض بقى وبقينا حلوين كده، سعادتك زعيم عصابه. هايل. الله يخليك. هايل. عباس سيد
رحمي. الحمد لله. عباس. الصوت اتغير. سيد. في ايه؟ رحمي. عباس وسيد ورحمي. طب ليه ما كفايه عباس؟ ملوش لزوم سيد ورحمي. شيلوا الافندي ده. في ايه؟ في اسمع انا اخ عباس. ارميه. اخ عباس. الله مستعدتك اللي طلبت مني الصراحه. انت قلت الصراحه وده شيء عظيم جدا. وعليك انك تتحمل نتيجه الصراحه. وانا بقول لك بكل الحب والود والصراحه انت مرفوض. فاضل نسمع راي الدكتور علوي حلاوه في الحرب الدائره. في الواقع الحرب في ناغورنو كاراباخ بيمثل انفصام دوله من دوله كانت قائمه في وقت من الاوقات وكانت بتمثل اصاله معينه وايديولوجيه معينه اتكونت في وقت معين وده يعني ياخدنا الى ابعد من هذا مفيش كلام. فروم ذا اذر سايد للحرب في ناغورنو كاراباخ ايضا ان نقدر نقول ان هي بتمثل حاله نفسيه معينه بتلجاها للهروب من واقع معين والارتماء الى واقع اخر بيمثل شيء جديد ممكن تكون بتطمح له شعوب كتيره قوي مفيش كلام. شكرا على التوضيح المركز ده يا دكتور حلاوه. والله في المسائل الحساسه اللي زي دي لابد ان احنا نعالجها بقى ونحط ايدنا على الموضوع بمبدع جراح وليس بقافيه الشعراء مفيش كلام. صراحه صراحه ايه اللي انت جاي تتكلم عليها يا ابو صراحه؟ مش كفايه انا وعمك دنينا نفسنا ورضينا ان احنا نجوزك بنتنا فوتنا وجاي لي كمان على الاخر تقول لي اننا سرقناك؟ وبصراحه وانا هعمل ايه بس يا خالتي ام فوتنا؟ ما انا عملت كل اللي اقدر عليه وخدتوا مني تحويشة 5 سنين وبرضه مش مكفيكم. وهم ال 3000 ملطوش اللي انت جبتهم يكفوا ايه اليومين دول؟ ما هو جابوا مقدم الشقه اللي ما حدش لاقيها وكتبتوا العقد باسم بنتكم فوتنا. بتقول شقه يا ابو شقه؟ دي شقتك قد الحق. ايوه يا ابني فضلنا نزوق في خالتك ام فوتنا عشان تخش الشقه ما قدرتش. ما انا بصراحه بقى كنت قاصد وبعدين شقه كبيره شقه صغيره اهي شقه نتجوز فيها والسلام. نعم بقول لك ايه انت نسيت الالتزامات اللي عليك؟ شبكه ومهر وتلفزيون وبوتاجاز وطقم صيني وطقم مطبخ ولا انت يعني ناوي تتجوز البنت سفلقه؟ سفلقه؟ سفلقه ايه يا ابو فوتنا؟ ما انا حكي لكم على ظروفي من 5 سنين فاتت. نعم يا اخويا احنا بقى ما يلزمناش. ما يلزمكوش وانت مالكش اي كلمه في القعده دي. يعني على بلاطه كده البنت جالها عداله وكان فرحها الخميس اللي فات. اتجوزها راجل يعرف قيمتها جاي من بلاد بره محمل. يعني ايه بقى؟ والشقه اللي انا دفعت فيها تحويشه عمري. سكنوا فيها يا عينيا. سكنوا فيها يا عينيا؟ يعني انا اتعب واشقى عشان غيري يسكن في شقتي؟ يلا مش اشكال. طب انا عايز فلوسي. فلوسك؟ فلوسك دي ايه يا ابو فلوس؟ داخل طالع 5 سنين غدا وعشا وشاي وقهوه وشي ساقع وشي سخن وحب العزيز وجاي النهارده تقول فلوسي؟ شوف الطلبات دي كلها تتكلف كام. ايوه يا ابني عملنا حساب المشروبات اللي شربتها في بيتنا طلع 3600 جنيه. ايوه يعني احنا عايزين منك 600 جنيه. شوف هتدفعهم امتى. الله 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 انتوا فاكرينها سايبه ولا ايه؟ ده انا اوديكم في 60 داهيه. بصراحه كده انتوا حراميه وبصراحه كمان انتوا بعتوا بنتكم ولا العبيد. صراحه هي حصلت الصراحه يا ابو صراحه. طيب يا سي سعيد انا من زمان كان نفسي نبقى انا وانت لوحدنا. العالم مفضلة يا سيد يا عباس يا رحمي تعالوا شيلوا كده واحد. انا بس كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه من غير انفعال علشان الانفعال هيبقى انا بص هم عايزين مني 600 جنيه انا ان شاء الله داخل جمعيه حقبضها الرابع وباذن الله ياخدوا فلوسهم على دار المدينه. بره بره عايز يتجوز بالصراحه بتاع الصراحه. طيب بتاع الصراحه. وبعد ما سمعنا راي رئيس الاتحاد نقدر نسال حضرتك يا دكتور علوي
حضرتك بتشجع الأهلي ولا الزمالك؟ إن فاكت يعني في الحقيقة أنا لما بشوف الأهلي نازل الملعب بفانيلته الحمراء أحس كده إن 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 دفء البيئة الشرقية الحارة بيلفني، وده ممكن ياخدنا إلى أصالة البيئة الشرقية ودفئها وجمالها. أيضا لما بشوف نادي الزمالك وهو نازل بفانيلته البيضة، في الواقع أنا بحس بشيء من الصفاء، وهذا الصفاء بينقلني إلى 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 روحانية جميلة جدا، وفي المود النفسي أبقى أنا مرتاح، وده ممكن أيضا إن هو ياخدنا إلى نوعية من المعاصرة اللي بتربطنا بدفء الغرب، وما فيش كلام يعني. على فين يا سيدنا الافندي؟ اللي على فين طالع بيتنا؟ بيتكو هيهدوا. وايه ده اللي هيتهدوا؟ البيت طبعا. ومين اللي قال الكلام ده؟ التنظيم يا حبيبي. التنظيم ما قالش البيت يتهد، التنظيم قال البيت يتنكس. بس انا هيهدوا، ولما كنتش مصدق القرار اهو هسويه بالارض. ده استغلال نفوذ ورشوه. انت بتقول لي الكلام ده؟ بقول ليك وللي يتشدد لك. خربتوها خربتوها وقعدت على تلها، اذا كنت انت ولا مهندس التنظيم ولا مهندس الحي، بس عايزين اللي يوقفكم عند حدكم كده. انا اللي هوقفكم عند حدكم. انت بتقول التنظيم؟ بس مع الفائز بجائزه الكره الارضيه الذهبيه لبحثه القيم التكيف مع الواقع الدكتور علوي حلاوه. قهوة يا علوي. زي بعض. يعني ايه زي بعض يا علوي؟ عمرك ما شربت قهوة. زي بعض. علوي. في حاجة؟ لا مفيش. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. صباح الخير يا بابا. زي بعض. عاملة ايه؟ الحمد لله. امبارح في المحاضرة قابلت. عملت ايه في المحاضرة؟ قولي لي انا احسن لك. ولد. صبح على بابا الاول. يا اخبار الاسهم يا بابا؟ هايله، بس اللي انا مش مطمن له سعر الين. الحاجه ايه يا واد اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه القصه اللي انت منزلها لي دي على اوضتك دي؟ ثم ايه القميص المزركش ده عامل زي ابو لذه البنات؟ انت واد انت ما بتبصش لنفسك في المرايه ولا ايه؟ الله، ده حاجه غريبه والله. وانت كمان ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ معقوله يا اخوانا ده؟ أرجوك يا علو ما تزعلش نفسك، اقعد وافطر.
يا اخوانا هتزعلوني ليه بس؟ ربنا ما يجيب زعل، ما انا هادي كويس اهو، ما انا زعلان وانا متنرفز يا اخوان، وهنقعد نفطر سقينا زي ما يدخل. الا الله لا اله الا الله، معقوله دي كده؟ كرواسون اهو، ها كرواسون؟ ايه ده؟ وعصير برتقال؟ كل يوم كرواسون وعصير برتقال ليه؟ انا في الكندا نفسي افطر في بيتنا يا اخوانا. ارجوك ما تنرفزش نفسك، انا اسفه. اسفه يعني ايه؟ الله، انت بتاخديني على قد عقلي يا زيزي. معقوله؟ معقولة حد ياخد دكتور حلوي حلاوة متخصص العقول والأمخاخ والعلم النفس على قد عقله؟ زيزي. نعم يا حبيبي. أنا عايزكم كلكم بعد 10 دقايق عشان في اجتماع مهم هقول فيه كلام مهم، فاهمني دلوقتي كلكم؟ حاضر، بس ما تنرفزش نفسك. البرنامج ده هيتسجل هنا وهتطلعوا فيه كلكم، حتى عمتكم سعاد للأسف هتيجي وتطلع في البرنامج. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان ده بيعبر عن الوجه الاسري للدكتور علوي حلاوة. فاهمين ده يستدعي ايه؟ انا لسه ما كملتش. ده يعني الاستعداد. شكلكم كلكم يتعدل. انتوا امام الملايين اللي هتشوفكم بالقمر الصناعي، انتوا الممثلين الحقيقيين للدكتور علوي حلاوة. اي خطأ انا مش هسمح بيه ابدا. ها ايه رايكم؟ حد عنده راي عايز يقوله؟ هقول بقى ارجوك يا بابا. نزل ايدك، انا لسه ما كملتش كلام. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان انا هاخد قفزه كبيره جدا، قفزه كتير قوي من دكاتره الشرق الاوسط وربما افريقيا وربما دول شرق اسيا بتحلم بهذه القفزه وان البرنامج ده يتسجل معاهم. هقول بقى ارجوك يا بابا. من فضلك أكمل أنا. ده يستدعي منكم الانضباط، النظام، النظافة، كل ده لازم يحصل بعد بكرة. فاهمين إزاي؟ ده مش معناه إن أنا راجل بأحد من حرية حد، لا، أنا راجل بأطبق المعاصرة، بمعنى إن كل واحد لازم يقول اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت أنا راجل بأمثل الأصالة، اللي معناها إن اكسر لابنك ضلع يطلع له 24 ضلع. ها قول يا حبيبي بقى، انت كنت عايز تقول ايه؟ انا كنت عايز اقول ان انا موافق على كل كلمة حضرتك قلتها. جميل جميل، انت عايزة تقولي ايه؟ انا لا. تمام كده، شوف كل واحد فيكم عبر عن رأيه، في حد لسه ما قالش رأيه؟ زيزي هدي نفسك يا علوي، ما تتنرفز. اكلم الدكتور علوي حلاوة من فضلك؟ اقول له الدكتور زكي، انا عايز تخلي بالكم الجرع اللي اسمه سعيد ده كويس قوي، احنا مش عايزين يجي لنا مصيبه بسبب تاني، فاهمين؟ ايوه، اهلا يا حلاوه بيه. اهلا وسهلا. لا تحت النظر. ازاي بقى؟ طبعا، برنامج الاهلي والزمالك، سجلولي في البيت. هايل هايل يا دكتور حلاوه. لا ورأيك صريح وقاطع. فعلا فعلا، العفو. أيوة أنا بتصل بسيادتك علشان حالة خاصة جدا. أيوة، بالنسبة للبحث اللي سيادتك عملته، البحث بتاع المتكيفون مع الواقع، أيوة، والمنشور في الجريدة العلمية في العدد اللي فات. نعم، ده بحث هايل. ايوه، في مريض جالنا واظنه يهم سيادتك. بعد اسبوع؟ لا، يا ريت النهارده. ده الدكتور اللي استلمه عشان يعالجه مسافر كندا. ايوه يا فندم، كندا. وانت عارف المريض اللي زي ده ما يحتملش تغيير اطباء. يا دكتور زكي معلش، يعني انا يعني ايام سو بيزي اليومين دول، يعني علشان خاطر البرنامج المشاهير اللي انا بعمله ده ما اقدرش. معلش. ايه ده؟ حاله يا سلام، وحاله مثيره كمان للدرجه دي. عموما يعني انا اقدر اديله نص ساعه بحاله. عموما يعني ابعاده، لو الحالة عجبتني أنا هشوف.
إيه يا سيدي، أنا في سبيل العلم ما أنا فاعله. خلصنا من اللي اسمه سعيد ده. اطمن يا دكتور عباس، الولد ده مش هيقعد في المستشفى خالص. بصراحة أنت حرامية الله. بتبيعوا على نفسكم. إيه ده؟ بصراحة. ليه كده يا ابني؟ حرامية. يا ابني إيه؟ بتبيعوا على نفسكم. يا حبيبي إيه ده؟ يا جماعة الحقوه ودوه المهدد. خلينا نشوف بقى الدكتور اللي اسمه حلاوة ده بتاع مفيش كلام، هيقدر يعمل فينا إيه؟ تسكت ساكت حتى انا ما اخلص التقرير، فاهم ازاي؟ دكتور ما تسيبنيش وتمشي كده، انا فاهم. طيب ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعته بالظبط. اللي انا سمعته ده خرف. انت ازاي تتجرأ وتطلب مني ايد اخت زعاب عشان تتجوزها؟ يا سلام، امال ايه طالب ايديها علشان لفف لفتين على العيله افرجهم عليها وبعدين ارجعها لك تاني؟ ما انا عايز اتجوزها. ده رأيي يا أبي، أنت مستخسر، ما أنت متجوز ومخلف، جت عليا أنا يا أبي مش عايز تتجوزني. إيه يا أبي بقى اللي أنت بتسمعها منك دي الأخت دي؟ ما طول عمرنا بنقول لك يا أبي أنا وسعاد. أنا فاكرني عيل لسه عيل صغير معاكم ولا إيه دلوقتي؟ يا أستاذ أنا خلاص، أنا راجل دلوقتي معايا درجة علمية، لما تدوس تناديني قول لي يا دكتور. أنا مستعد أقول لك يا سعادة السفير، بس أنت توافق وتجوزني سعاد. مين قال لك إن أنا ممكن أوافق يعني وأتجوزها لك؟ طب نتفايد نقعد مع بعض كده على القهوه، قطش نار نشرب كوبايتين شاي، انت كوبايه شاي وانا كوبايه شاي. ايه قطش اللي انت بتجيب الكلام ده منين يا اخي؟ انا بستغرب والله العظيم. تمام نتفاهم معاك. حسنك يعني انت هتسكت له؟ مش هسكت له ولا حاجه، وكل ما في الامر بس ما رضيتش اشد معاه في الكلام، لان انت عارفه كان هو كابتن فريق الاسد المرعب، النادي اللي انا بلعب فيه، هو ده اللي خلاني اكلمه يعني. انا مالي ومال الاسد المرعب، المهم دلوقتي هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حاجه قبل امك بقى وامر لله. يا سعاد وقف تعمل ايه يا عبد؟ في حد غريب عندكم النهارده ولا ايه؟ لا ليه؟ امال مين اللي بيتضايق ده؟ ده حد بيتضايق وهو متنرفز قوي. نرفز؟ احنا نهزر بقى، معقوله ما تعرفش مين اللي بيتضايقلي؟ اه الواد سيد الميكانيكي، وانا اقول يا رب الصوت ده مش غريب عليا، واد جته كده وعضل وجرم وتلاقيه بيمشي عامل كده في جسمه. طب هو عندكم بيعمل ايه النهارده؟ ايه سيد؟ انت يا بنت دي ماما. ماما بينتهي لك ده دلوقتي ماما؟ اه اللي قالت يا سعاد دي ماما، دي صوت ماما ده؟ ايوه. يا حول الله يا رب، وايه اللي جرى لها؟ ايه اللي يا عم يا هي عيانه ولا عامله حادثه ولا خبطه في شجره؟ احترم نفسك بقى، احترم نفسك بقى يا سعيد، دي ماما برضه. الله، انت ما تعرفش ان ماما بطلت الجمهوريه في الجودو سنه 1960؟ يا حول الله يا رب. ايه ده، هي بتضرب مين؟ بتضرب ده صوت سيد، بتضرب سيد ليه؟ هي هو سيد عمل حاجه يعني؟ كان في مقاول وهو بيضربه ليه؟ عايز زفه دي هتموته. حد ينادي لها؟ حد يبقى شمك. ايه يا سعيد، ايه كانت سيد الميكانيكي دي؟ دي خالتي يا سعيد. اللي بيضرب ده خالتك؟ ايوه. صوت الراجل ده خالتك؟ ايوه. بتلعب جودو برضه ولا لا؟ بتلعب كاراتيه، دي كانت بطلة الجمهورية سنة 1959. يعني امك بتلعب كاراتيه وخالتك بتلعب جودو؟ لا، امي بتلعب جودو وخالتي بتلعب كاراتيه. اه. اقول لك ايه، ده هتغير الموضوع ولا ايه؟ المهم دلوقتي هتيجي تقابل ماما امتى؟ لا ده في مشوار لازم اروح اقضيه الاول وبعدين اجي لكم. انا هروح اجيب سيد الميكانيكي عشان هو اللي هيخلص الموضوع ده. ده زمانهم كسروا المطبخ. امك بتلعب مع خالتك؟ ايوه. سيد ميكانيكي. لا لا مفيش. طيب انت تقدر تسترخي كده وانت قاعد، ريلاكس خالص كده لحد انا ما اخلص وانتبه لك، فاهم؟ غلط، استريحت.
سافرت فين وازاي؟ يا سلام، سافرت فين وازاي؟ تقتحم علينا بيتنا من غير موعد وتقول لي سافرت فين وازاي؟ من ناحية سافرت فين؟ سافرت اسكندرية. ازاي؟ هتنازل واقول لك سافرت بالقطر. أنا مش ده قصدي يا دكتور، أنا أقصد إنك إيه؟ أنت ما تعرفش أنت قصدك إيه. وقصدك ده كمان إحنا ما يهمناش. ما يهمناش؟ تقصد إيه حضرتك يعني بما يهمناش؟ يعني تقصد إن ما يهمكش أنت وسعاد، ولا بتقول ما يهمناش دي على أساس إنك أنت بتفخم في ذاتك وبتكبر في نفسك؟ يعني عشان أبقى فاهم ومستوعب بالظبط. هتغلط وتقل أدبك هتتخذ معاك إجراء تاني، فاهم إزاي؟ يعني إيه؟ عايز تضربني؟ اضربني يا دكتور. مد ايدك عليا. انا جاي ومستبيع النهارده، عايز تمد ايدك عليا اضربني يا دكتور. يا ابني لم نفسك. مش انا اللي اظفر ايدي واضرب واحد زيك انت. في حاجة يا حلوي؟ إذا كنت عايز تتضرب في اللي يضربك. إذا كان الضرب يعني هو الحل لأمثالك. أنت إيه بتهددني؟ أنا ما بتهددش. انت فكرك يعني بالشكل ده تقدر تمنع جواز انا وسعاد؟ لا، اللي هيمنعك هو سعاد نفسها، لان هي اللي غيرت رايها. كونها تسحب ورقها من جامعه القاهره وتسافر توديع جامعه اسكندريه، معنى هذا ان هي غيرت رايها. هي سافرت هي وخالت اسكندريه. اذا حبيت تتاكد من كلامي سافر اسكندريه، وهو بالمره تتعرف على خالتي وتقابلها هناك. يا خالتك سافرت معاها اسكندريه؟ ايوه. يبقى انت لازم تستسلم، مش عشان خالتي وبس، لا، عشان لازم تعرف ان ده راي سعاد كمان، لان هي اللي سحبت ورقها من جامعه القاهره وبعتته جامعه اسكندريه. يبقى اذا هي غيرت رايها. في حاجه يا حبيبي؟ واقف مستني حاجه؟ يا علوي معاك مين؟ لا يا ماما مفيش حاجة، مفيش حاجة يا ماما. ده واحد كان جاي غلطان في العنوان وعرف الغلط بتاعه وهو ماشي دلوقتي ومش هيرجع هنا تاني. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، اجري ذاكر لك كلمتين كده ولا شوف لك حاجة تعملها كل منها عيش. يلا اتفضل، ورينا عرض كتافة. اتفضل. يا ساتر سكة وطريق. يا ساتر. اسم سعيد أيوب، مش كده؟ مش مظبوط ده اسمك؟ هو الاسم مش مكتوب قدامك في التقرير؟ مكتوب. أيوب. أمال بتسأل ليه؟ شوف يا أخ سعيد، أنت يمكن في الشهور اللي فاتت دي رحت لدكاترة كتير، تعاملت مع مدارس مختلفة، لكن احنا النهاردة هنقعد مع بعض كناس اغراب بنعرف بعض لأول مرة. هنتكلم مع بعض بمنتهى الصراحة، بمنتهى الوضوح. ممكن ده؟ ممكن ايه؟ اللي انا قلته ممكن؟ عايزني اقول لك رايي بصراحه، بمنتهى الصراحه، من غير لف ولا دوران، بمنتهى الوضوح، وتقول كل حاجه، ما تخبيش حاجه عنك. مفهوم يا اخ سعيد؟ سعيد، سعيد، قوم يا بابا، قوم يا حبيبي ونام في بيتكم. يلا يا بابا. سعيد، سعيد، بلاش الغروب النفسي ده يا سعيد. سعيد، اللهم اجعله خير خير خير، اللهم اجعله خير. استريح بس انت واسترخي، اتفضل. انت كنت بتسأل سؤال. لا مش مهم، انا خلاص عرفت اجابته.
سعيد، انت واضح انك اتعرضت في الفترة اللي فاتت دي الى ضغوط كبيرة جدا قبل ما تخش المستشفى، مش كده؟ خمس سنين وانا بتعرض لضغوط نفسية رهيبة. معلش، الحياة اللي احنا بنعيشها بتفرض علينا هذه الضغوط، معلش. لكن اللي انا عايز اقوله لك بصراحة وبصراحة شديدة جدا، يا ابني يا ابني خليك معايا من فضلك، بلاش النوم، بلاش الضروب دوت، بلاش كلمة الصراحة اللي بتخليك تنام دي. سعيد، اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. مفيش يا ماما، رحلة الغردقة دي ميعادها متحدد من زمان، وانتم موافقين اني اروح، يبقى ايه اللي جد بقى؟ اللي جد يا حبيبتي برنامج باباكي. اديكي قلتي برنامج بابا، انا لزومي ايه؟ كلنا لزومنا ايه؟ وبعدين يا لولا، بابا مصمم ان كلنا نظهر في البرنامج ده. انا عن نفسي عندي مذاكره مع الشله، قصدي مع زمايلي. وائل، بابا مصمم ان كلنا نظهر في البرنامج ده. سيب الولاد يعملوا اللي هم عاوزينه يا زيزي. سعاد، دي اوامر علوي، وانت عارفه كويس قوي اخوكي. علشان عارفاه بقولك سيبيهم يعملوا اللي هم عاوزينه. والله انت اجدع عمه في الدنيا يا عمتي. عمه ايه يا واد؟ ده انتوا بقيتوا طولي. ثم تعالوا هنا، انتوا طول عمركم بتقولوا لي يا سعاد حاف كده، ايه اللي جد في الموضوع؟ اللي جد يا ستي برنامج المشاهير اللي بابا عايزنا نطلع فيه، فلازم نقولك يا عمتي عشان الاحترام. ايوه، وهي دي امر علوي، كل افراد الاسره لازم تظهر في البرنامج ده. انت فكرك يا زيزي علوي هيحس بغياب اي حد فينا ساعه تسجيل البرنامج؟ يا زيزي، علوي حلاوة ما بيحبش غير علوي حلاوة وبس. سعاد، ما يصحش كده. بقى بذمتك انتي مش عارفة ان عندي حق؟ مش هو ده الموضوع يا سعاد، بس المفروض الكلام ده متقالش قدام الاولاد. يا زيزي الولاد عارفين كل حاجة وفاهمين ابوهم كويس قوي، انتي اللي مش عاوزة تعترفي بالحقيقة دي. لا 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 يا سعاد، لا، صحيح ان علوي اخوكي، بس علوي جوزي، انا جوزي اللي عايش معاه طول عمري وعرفته عن قرب. يعني مش هقولك ان علوي ما عندوش عيوب، لكن علوي اللي عرفه انا انسان طيب، انسان حنين، وجايز كمان انسان غلبان. ياه، كل الكلام ده عن علوي ولا عن حد تاني ما اعرفوش؟ انت فعلا ما تعرفوش، انت كل اللي تعرفوه عن علوي إنه الدكتور الناجح، صاحب المستشفى الكبيرة، شخصية المرموقة، صاحب الأبحاث والكتب. لكن علو الإنسان أنا بس اللي أعرفه، وياريت ياريت كلكم تشوفوه زي ما أنا شايفاه. يا زيزي علوي أخويا وعارفاه كويس قوي. علوي علشان يوصل للي هو عاوزه يدوس على أي حد في الدنيا دي كلها، ممكن الأبيض ينقلب أسود لو هو عاوز يشوفه كده. لكن انتي مش عاوزه تعترفي بالحقيقه دي، مش علشان مش قادره تشوفيه على حقيقته، لا، علشان مش عاوزه تعترفي بالحقيقه دي. وتفتكري يا سعاد ليه مش عايزه اعترف بالحقيقه دي؟ علشان لو اعترفت بيها هتعترفي ان اختيارك كان غلط من الاول، وان حياتك كلها كانت غلط. هو ده السبب الوحيد يا زيزي اللي مش عاوزه تعترفي بيه. لا يا سعاد، لا، انت غلطانه، غلطانه قوي. أنا عارفة حكايتك، أيام ما كان علوي أخوك عايز يفرق بينك وبين زميلك اللي كان معاكي في الكلية وكان عايز يتجوزك، ساعتها سبتيه وعشت في اسكندرية لوحدك، بعدتي عنه كتير قوي، وعشان كده معرفتيهوش عن قرب. ما تقدريش تحكمي عليه ولا على حبه ليا ولا حبه لأولاده. مش عارفة أهنيكي على إخلاصك ليه ولا أعزيكي على الوهم الكبير اللي أنت عايشة فيه. هو ده الوهم اللي مسبب لك كل المشاكل اللي انت عايش فيها دي يا ابني. بس انا مش عايش في الوهم يا دكتور، انا مش عايش في الوهم. انا لو عايش في الوهم كان زماني ما بقتش هنا. انا مشكلتي انا صريح زياده عن اللزوم، مشكلتي اني بقول للقع وهنطعوه في عيني، بقول للغلطان انت غلطان ما فيهاش فصال يا صاحبي. والله ما فيها فصال. لا، انا غلطان، لا، حاسس انت ما انتش غلطان يا ابني، بس ده في علم النفس هو ده الوهم بعينه.
يعني اللي انت بتقول عليه ده منتهى الوقت. انت فاهم نفسك ان انت فاهم كل حاجة، ان انت تقول للاعور انت اعور زي انت ما بتقول كده. ما هي ما فيهاش فصال يا دكتور، يا اعور يا مفتح. والله ما فيها فصال. ايوه ايوه والله. انا عارف يا ابني، انا عارف يا ابني، انا عارف يا حبيبي. بس هو ده برضه زي ما بقول لك في علم النفس بنسميه الوهم. الدنيا دي وجهات نظر، ما هياش وجهه نظر واحده. الدنيا دي وجهات نظر. الصح صح من وجهه نظر مين؟ الغلط غلط من وجهة نظر مين؟ طيب جسد نساء. اللوحة دي لونها ايه؟ لونها ايه؟ الحمد لله لونها اخضر. لا لا لونها مش اخضر. شوف اهو مجرد مثل بسيط وقعت. الصبر يا رب، الصبر يا رب. تعالى بس يا عم الله يكرمك، عشان انت المكان عندك نظيف ومش عايزين نبهدله، علشان انا مش لا اقصد ولا رايق. ده اللون ده مش اخضر، اللون ده مش اخضر. طيب ما فيهاش فصال. والله ما فيها فصال. طيب انا هفهمك. والله ما فيها فصال. طيب اخضر اهو قدامك. طيب انا هفهمك. هو فعلا من اول وهله لما تبص للون ده تقول عليه اخضر، لكن الاخضر اللي انت شايفه ده حقيقته العلميه ايه؟ هي دي وجهه النظر الثانيه. الاخضر ده ممكن يبقى لونين مختلطين مع بعض يدوني اخضر، لكن ممكن واحد تاني اقول له دي ايه؟ يقول لي دي عباره عن ازرق واصفر. دي وجهه النظر الاخرى. طيب استنى. الشنطه البني دي اظن لو سالتك لونها ايه هتقول لي بني، مش كده؟ لا 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 وانا عبيط، دي لونها احمر. ابيض، لونها ابيض. يا ابني ابيض ايه واحمر ايه؟ ما هي بني قدامك اهي، بني. بني. لا مش بني. ما هو البني اللي انت بتقول عليه دوا ممكن يكون امتزاج لونين تانيين على سطح تاني انت بتشوفه بني. لان دلوقتي الحقيقه والصراحه اللي احنا لازم نفهمهم لك ونبقى سعيد. سعيد سعيد يا ابني اصحى يا حبيبي. اللهم اجعله خير. في ايه؟ في حاجة؟ في حاجة. أيوه، في إن الصراحة بتقول لا، أنت لازم يا ابني تصحى وتواجه الحقيقة. حقيقة إيه يا دكتور؟ حقيقة الأحمر والأخضر والبني. أيوه ده مجرد مثل، دي البداية يا ابني. تقرير المستشفى الحكومي اللي أنت جاي بيه، وتقرير البوليس، وكل المشاكل اللي أنت سببتها لنا دي، واللي بيقول عليها التقرير. واحد، اتهامك لرئيسك في العمل بانه حرامي ومفسد. اثنين، اتهامك لاهل خطيبتك بانه هم باعوها زي العبيد. ثلاثة، اتهامك لصاحب البيت اللي بسببه انت فقدت مسكنك واتهمته بالرشوة لموظف عار. كل الالفاظ اللي انت قلتها دي حرامية ومفسدين وعبيد، مش ده كلامك؟ بس انا ما افترضش عليهم يا دكتور، هما كده فعلا حرامية ومفسدين ومرتشين. ما فيهاش فصال. والله ما فيها فصال. والله ما فيها فصال. بأمارة ايه؟ ما تنساش وجهة النظر التانية يا ابني. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول ان انت اتهمتهم بان هما حرامية ومفسدين وتجار عبيد. بأمارة ايه؟ ده انت ما عرفتش حقيقة اللون الاخضر. يعني عايز ايه يا دكتور؟ مش فاهم. انا قصدي اقول إن عيبك هو إيمانك وتصورك بإن الحقيقة لها وجه واحد، بينما ممكن الحقيقة يبقى لها وجهين وثلاثة، وممكن أن يكون للحقيقة ألف وجه زي ما بيقولوا. هما مين اللي بيقولوا؟ مالكش دعوة بمين اللي بيقولوا، خلينا في موضوعك. أنا عايز علاقتنا مع بعض تبتدي بإن أنت تقول لنفسك كلمة واحدة بس. الأخضر مش أخضر. مش بالظبط. تقول الاخضر
ممكن يبقى اخضر وممكن يبقى مجموعه الوان. لازم تكرر دايما بينك وبين نفسك ممكن وممكن، ممكن وممكن، مفيش حاجه صريحه وواضحه 100%. حاجه صريحه وواضحه ومش عارف ايه، دي طفوله جهله. فاهمني؟ بحاول يعني. فكرك يا دكتور ممكن ابقى كويس واطلع من المستشفى بسلام لو مرنت نفسي على ممكن وممكن. لا مش على طول، دي مجرد بدايه لمرحله العلاج الطويل مش اكتر. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور علوي حلاوه، انت فعلا فتحت عيني على حاجات كتيره قوي ما كنتش واخد بالي منها. فعلا ممكن وممكن. يعني ده ممكن يكون كرسي نقعد عليه. ايوه. وممكن يكون ايه تاني؟ ممكن ايوه. استنى شويه. ايوه استوعب بس. ايوه ممكن. ممكن بس عجبني معايا. ايوه لا قول انت. وممكن يبقى حته ديكور وما يتقعدش عليه وما كبير. حته ديكور. ايوه ده ممكن يبقى حته ديكور. ايوه كرسي وممكن يبقى حته ديكور ما يتقعدش عليها. كراسه وورق. ده ممكن يكون قلم جاف وممكن يكون فقاعة عيون. يا ابني بلاش العنف اللي انت بتعمله ده واستمر في التدريب. انا هبعتك للدكتور زكي بتقرير للمستشفى اللي انت كنت فيها. اتفضل قدامي. يلا موديني على فين؟ موديني على فين بس يا دكتور؟ ايه موديك على فين يعني؟ هبيعك؟ هترجع المستشفى اللي انت جاي منه؟ ربنا يخليك يا دكتور، خليني جنبك بلاش عشان خاطري، عشان خاطر الايام الحلميه الحلوه، عشان خاطر فريق الكورة بتاعك القديم اللي انت كنت الكابتن بتاعه. كورة ايه بتاع ايه؟ انا عمري لعبت كورة يا اخي. على فكرة انت لسه مش فاكرنا يا دكتور. انا سعيد، انا سعيد ايوب. مش فاكرني ولا قال لي كنت ساكن تحت منكم في بيت الحلمية؟ لا مش فاكرني لسه. قبل ما ربنا كان يكرمك بقى وتاخد الفيلا بتاعت سقارة لوحدك كده. وانت جبت عنوان فيلا سقارة دي منين؟ إيه؟ من الجرايد والتلفزيون والاذاعة. انت مشهور قوي يا دكتور. يا سلام. على فكرة لسه مش فاكرني. انا سعيد ايوب الهاب سنتر بتاعك بتاع الفريق. ولا انت وانت صغير وانت بتلعب كنت لعيب جامد قوي وتخزن يمين وتخزن شمال وهو وتشوط الكره من الكل للكل مفيش لعيب يقدر يقف قصادك. يا سلام. واللي كان يقف قصادك كنت تاخده مقلب حراميه. عشان كده ايامها كنت مسمي لك عينه مقلب حراميه. يا عيني الحراميه دي بتجيبي القصاص دي منين؟ حراميه مش حراميه دي. على فكره برضه سعادتك لسه مش فاكرني. انا سعيد ايوب اللي كنت هتجوز اختك سعاد. خلاص خلاص فهمت افتكرتك. عايز ايه تاني؟ عايز افضل جنبك هنا يا دكتور. مستشفى عندك هنا نظيفه والملايات حلوه ونظيفه وفي تلفزيون وفي تكييف. ما تودينيش السجن اللي كنت فيه. احنا قلنا ايه؟ ممكن سجن وممكن مستشفى. ايوه خليك فاهم كده وواعي مظبوط. فاهم ازاي؟ عموما انا عشان خاطر المعرفه اللي احنا طلعنا فيها دي انا هاخدك هنا 10 ايام فقط لا غير. هحطك تحت الملاحظه. ها اذا جبت نتيجه كويسه هخليك، ما جبتش نتيجه كويسه انا همشيك. حاضر. فاهم ازاي؟ عباس سيد رحمي. سيد رحمي. دول الممرضين بتوعك. خدوه ودوه اوضته. جاهز. اهلا وسهلا. عباس وسيد ورحمة. ليه يا عباس؟ ما كفاية عباس ولا السيد ورحمة. ده ممكن يكون إثبات للبحث بتاعي. المتكيفون أكرم. صدقني يا صاحبي يعز عليا أسيبك. بس هعمل إيه؟ أوامر بابا لازم تمشي على أي حد. وعليك أنت ممكن تمشي يا صاحبي. عليك أنت ممكن إيه؟ ده تمشي عليك أنت بالخصوص دون عن أي حد في العيلة الكريمة. عارف ليه؟ لأنك برغبتي أنا جيت في عقلي أنا بإرادتي أنا. وأنا دي بقى محدش يقدر يقولها لا بهمس ولا بصوت واضح إلا واحد بس. أنت طبعاً عارفه دكتور حلاوة.
وائل. ايه في ايه؟ في حاجة؟ انت بتتكلم مع مين؟ بتكلم نفسك؟ اكلم نفسي؟ هو معقولة اكلم نفسي برضو ابقى ابن الدكتور حلاوة واكلم نفسي؟ يا واد يا واد انا سامعاك وشايفاك بعناية بتكلم نفسك. قولي يا ابني، قولي كده، قولي لعمتك في حاجة شغلاك؟ عمتي بشويش عليا بس. انا صحيح كنت بكلم بس مش مع نفسي، كنت بتكلم مع زيكو. زيكو؟ زيكو مين؟ زيكو مع الموتوسيكل. بتتكلم مع الموتوسيكل؟ ده انت لو كنت بتكلم نفسك كان ارحم. ليه بقى؟ ما انت لو كنت بتكلم نفسك يبقى في مشكله عاوز تحلها، انما بتكلم مع حته حديده دي بقى اللي مش مظبوطه خالص. الموضوع مش كده. انت انا زهقت خلاص. انت عمرك ما زهقتي؟ عمرك ما حسيتي كده ان جواكي الكلام عايزه تقوليه لطقي؟ هو انا يعني في نفس الوقت عايزه تقولي الكلام ده ما تقدريش تقوليه مع اي حد، فتروحي مختاره اي حاجه، اي حاجه في الدنيا وتروحي مكلماها. عادي، مساله بسيطه بتحصل مع اي حد. اي حد ما عندوش اي حد يتكلم معاه، لكن انت عندك ماما وبابا واختك، ده حتى ابوك شغلته ان الناس تروح تتكلم معاه. ما فكرتش تروح له؟ اروح لبابا؟ رحت لبابا وخدت منه ميعاد ان انا اقدر اقعد اتكلم معاه بعد 9 أشهر و3 أسابيع. كام؟ 9 أشهر و3 أسابيع، يعني لو في ست حامل ممكن تولد بالسلامه واكون لسه ما قدرتش اقعد مع بابا عشان اكلمه. بغض النظر انا ليا راي في ابوك ما احبش اقوله قدامك. انت وهو برضه له راي فيكي بيقعد يقوله لنا على طول قدامنا كلنا. قلت لك بغض النظر. انا بقى ما ينفعش؟ تتكلم معاي؟ لا تنفعي، اي حد في الدنيا ممكن ينفع يتكلم معاي، بس المشكله اللي انا فيها ما حدش يقدر يحلها غير واحد بس، بابا نفسه. اللي هي ايه؟ اللي هي زيكو اللي مانعني ان انا اركب. الله، واذا ما كانش عاوزك تركب الموتوسيكل جابهولك ليه؟ عشان اقدر اتكيف مع الواقع. كيف مع الايه؟ طب والحكايه دي مالها ومال الموتوسيكل؟ ازاي بقى؟ ما هو اصراري على الموتوسيكل خلاه يجيبهولي عشان ايه؟ عشان تبقى فيه تجربه رائعه ان الحاجه اللي انا عايزها تبقى قدام عيني وارادتي القويه تمنعني ان انا اركبها. طبعا الحكايه دي نجحت وقدرت تتغلب على ارادتك. يعني انا حاولت ان اتغلب على ارادتي ساعات النهار بس، لكن قلت بقى بالليل لما بابا ينام ممكن ارادتي تنام شويه معاه. طبعا ما كل حاجه لازم تستريح. المهم الحكايه دي مشيت شويه وركبت الموتوسيكل انا شويه كده بالليل والامور مشيت وهديت لحد ما بابا فجاه كده جات له فكره بحث رائعه بالليل. عديك على اللي عمله. ظبطك وانت راكب الموتوسيكل؟ لا، ده عشان اكتشف ان ارادتي كانت نايمه. عمل ايه بقى ساعتها؟ حاجه، بعد المحاضره وخصم المصروف وكتابة كلمة إرادة 365 مرة على السبورة، وده كان كله بقى في ميدان علاج إرادتي. راح مكسر الموتوسيكل، وده بقى كان في ميدان تحطيم إرادتي. ومن ساعتها وأنت بتكلم الموتوسيكل. ما هو ده بقى اللي اسمه التكيف مع الواقع. يعني أنا طالما مش قادر أركبه يبقى أتفرج عليه وأكلمه، هو كده يبقى له منفعة. بلاش كلام فارغ، ما فكرتش تصلحه؟ أصلحه؟ وبابا؟ بابا قال ما تركبوش، انما ما قالش ما تصلحوش. اه فعلا عندك حق. ها عرفت هتعمل ايه مع الموتوسيكل؟ لا، اما حكايه ارادتك دي بقى اما يجي بالليل هكلمه فيها. علي مش هتقوم تتعشى؟ والله انا شخصيا ماليش نفس وعايز انام بدري عشان اصحى بكره فايق كده للبرنامج. طب واختك سعاد مش هتقعد معاها شويه؟ يا شرفت من اسكندريه. اول ما بعتي لها جت على طول، دي بتحبك قوي يا علوي، نسيت كل اللي كان بينك وبينها زمان. تعالى اقعد معاها شويه. عموما بكره اشوفها. الولاد كانوا عايزين. عايزين ايه الولاد كمان؟ عايزين يقعدوا مع ابوهم يا علوي. ما يقعدوا مع ابوهم، حد حشهم. ما انت ابوهم يا علوي. والله دي مساله يعني فيها وجهه نظر.
نعم يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابقى ابوهم لما اكون فاضي وعندي استعداد ان انا اسمع له، وممكن ابقى الدكتور علوي ومش ابوهم لما ابقى تعبان وعايز انام. فهمتي؟ في الحقيقه لا ما فهمتش. اعمل فيك ايه؟ انا يا مغلوبت عشان افهمك حكايه ممكن ومش ممكن. ايوه بس انا عايزه اقول لك. ممكن تبطلي كلام؟ انا عايزه افهمك يعني. ممكن تعتقيني عشان انا عايزه انام؟ من فضلك اقول. ممكن تريحيني من كتر كلامك ده؟ يا ربي مش ممكن. ممكن تكون ايه تاني؟ ملاية لف. ممكن تكون ملاية لف. مراية. ممكن تكون ايه تاني؟ ممكن تكون صبورة. العشاء. واحدة ست. وممكن تكون لا لا مش ممكن طبعا. لو ما كنتش واحدة ست ممكن تكون ايه؟ جرالي يا استاذ. ما جراليش، انا زي الفل. انا بسألك سؤال بمنتهى الصراحة وبمنتهى الجدية. لو ما كنتش واحدة ست انسانة يعني ممكن تكوني ايه؟ اللهم طولك يا روح. اتحشم يا 37 احسن اوريك. ممكن اكون ايه بصحيح؟ ارجوكي وريني. ممكن اكون اليوم اللي انت ما شفتهوش في حياتك، وممكن اكون الساعة اللي تتمنى ان انت ما تعرفهاش طول عمرك. افهميني يا انسة. نانسي؟ ايوه نانسي. مش لا عليها خالص. انا لسه ننسى. انا مش عايزك تزعلي مني. انا بتمرن. روح اتمرن بعيد عني وافتح الاكل ده، واول ما تخلص تدق الجرس. فاهم؟ انا ما اعرفش بيجيبوهم منين دول. لو ما كانتش واحده ست ممكن تكون ايه تاني؟ أنا آسفة يا سعاد، أصل علوي كان تعبان شوية فدخل ينام. أحسن له أحسن لي. ما تزعليش يا حبيبتي، أنت عارفة قد إيه بكرة لحظة مهمة في حياة علوي. آه طبعًا، أمال أنا جاية ليه؟ قصدك إيه؟ لا مش قصدي، هو أنا قلت حاجة؟ أحيانًا مش فاهماكي، بس نبرة صوتك مش عجباني. هو مش علوي حب الديكور اللي حواليه في البرنامج يبقى كامل؟ ديكور؟ ديكور ايه؟ انتي والعيال، العيلة السعيدة، المثل الأعلى في حياة علوي حلاوة النجم المشهور. وعشان اللمة تحلى وتبقى اللمة حلوة، أخت الصغيرة اللي رباها علشان الناس تعرف قد ايه هو إنسان. هو ده الديكور يا زيزي، الديكور اللي عاوزه علوي وراه وهو في المقدمة. خص عليك يا سعاد، عليك تشبيهات غريبة جدا. أنا طول عمري أعرف إن الديكور حيطة وترابيزات وكراسي، بس إحنا بشر. بالظبط كده، لكن للأسف علوي ما يفرقش بين الحيطة والكراسي والترابيزات وبين البشر. صحيح ممكن اكون انسان، وممكن اكون ايه تاني؟ انا لازم اعرف اجابه على السؤال ده.
لازم اعرف اجابه. افندم! انا انت لسه ما نمتش لحد دلوقتي؟ لا اصل انا مش جاي نوم، وبعدين في سؤال لازم اعرفه اجابه، ومش هنام ولا يجي لي نوم الا لما اعرف اجابته. قلنا تستنى الدكتور لغايه ما تساله على اللي انت عاوزه. ايوه صح، هو الدكتور صح. هو اول ما يجي الدكتور ان شاء الله بكره الصبح اول ما اشوفه لازم اساله السؤال ده عشان يجاوبني عليه. ريح روحك، الدكتور واخد اجازه اسبوع. وازاي ياخد اجازه من غير ما يقول لي؟ هو هيفضل يلف على العيانين واحد واحد ويقول لهم اتفضل. على العموم هو وصف لك المعدي ده وقت النزول، خد. افتح بق. بس انا لازم اعرف اجابه على السؤال ده. افتح بق. خد شويه ميه. افتح بقك. يلا خد شويه ميه. ونام. ويا تسمع لك نفس ولا صوت، فاهم؟ مين 37 اللي ابتلانا به الدكتور علو؟ ماله؟ انا عارفه لا له اهل ولا حد يزور ولا يدفع بقشيش. ما انت لسه واخده بقشيش بالدولار من 105، عايزه ايه تاني؟ هو لوحدي وانا وانت بنقسمهم مع بعض. شش وطي حسك، حد يسمعك يا نانسي. امال انت عايزه تلهفي ايش دولارات وايش ينات وايش ماركات لوحدك ولا ايه؟ ولا تحب ده يوصل للدكتور حلاوه؟ يخص عليك يا ياسم، وانا برضك اخبى عليك حاجه، ما اي حاجه بتوصل لي بنقسمها مع بعض. لا انا بس بنبهك. ما تخافش، ولو 37 رن الجرس طنشه، انا مش فاضيه للاشكال دي، فاهم؟ مساء الخير. مساء النور يا دكتور. جايلك يا ابي حلاوه. اوعى انا هتحايل عليك. اوعى يا ابي حلاوه. ابي حلاوه. مش عارفه اما اروح اشوف مين اللي بيند عليا ده. ازيك يا سعاد؟ ايه هتسرق بالشكل ده؟ لا انا هاجي معاك. لا تيجوا معايا فين؟ يا اخوانا استنوا عندكم ايه؟ انا هاجي معاك يا بابا. تيجي معايا فين؟ الله انت ايه اللي في ايدك ده؟ ده مضرب عشان لو كان حرامي. وافرض يا اخوانا حرامي هينده لي باسمي يقول لي انزل يا دكتور علوي وثانيا يعني تاخد مضرب التنس دوت. عارف انت المضرب ده بكام؟ طبعا ما هو انت مش غرمان حاجه يا حبيبي، انما لو تعرف ده بكام دوت. انما انت ايه كل حاجه بتجيلك ببلاش يا حلوي. خلاص انت نفسك مش ههدي. ايه طب شوف بس شوف الراجل بينادي عليك. استنى استنى خدني معاك. انا جايه معاك ابي حلاوه. قول يا دت يا دت انت مسكني انا حرامي ولا ايه؟ حرامي ولا ايه يا دت؟ يا انت حرامي ايه؟ حرامي بنضاره يا راجل. ايه ابي حلاوه؟ تعالى ابي حلاوه. اقول لك ايه هخبطك. ابي حلاوه انا سعيد يا بيه. واد انت خد بس خلاص يا فسل. تبعك يا دكتور. ايوه طبعا. امال تبع يلا ده ايه ده انت مشغله ازاي ده؟ امشي. مساء الخير يا بيه، وحشني قوي. كلمني هنا. انت جيت هنا ازاي؟ جيت بعربيه، عربيه لوري. اتفقت مع السواق قلت له رايح سقاره، قال لي اه بس هاخد باريزه. رحت بعت له باريزه ومسطح ورا على بس ايه هوا بقى. انا مالي جيت بالكلام ده؟
من لوري ولا جيت مع راكب حمارة؟ أنا مالي؟ أنت جيت هنا ليه؟ عايز إيه؟ جاي أسألك سؤال مهم جدا عشان يجي لي نوم، مش عارف أنام. إن شاء الله معانا تنام، أنت مجنون يا هاد؟ مجنون؟ أيوه مجنون، واسأل المستشفى بتاعتك، مجنون رسمي، ولو ما جبتليش على السؤال دلوقتي هفضحك في الفيلا دي كلها، وفي الفيلا اللي جنبكم، لازم تجاوبني على السؤال دلوقتي. إيه هو السؤال يا ابني؟ زيزي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ شاي عشان الضيف. ده مش ضيف، ده مجرد كيس عندي في المستشفى. وافرض ان هو كيس عندك في المستشفى، الشاي مش هيضره، وبعدين ده جاي مشوار طويل قوي، زمانه تعبان. اتفضلي سيبينا دلوقتي لوحدنا. حاضر، ما تزعلش نفسك. اتفضلي. حاضر. اتفضل يا استاذ. قول السؤال اللي انت جاي هنا عشان طب مش لما اشرب الشاي الاول بس؟ لا، مش قبل ما تقول انت جاي هنا ليه. انا بصراحه ليه. وبعدين بصراحه دكتور انا كنت بتمرن. تتمرن على ايه؟ على ممكن وممكن. وبعدين في ايه؟ بس لقيت نفسي صحيت كده على دنيا جديده. انا مش عايز بس تزعل نفسك حضرتك وتخلي بالك طويل معايا، انت الدكتور بتاعي. انا صحيت على دنيا جديده، دنيا مريحة فيها ممكن وممكن، ممكن كذا وممكن كذا. اتفضل قول في ايه. انا هقول لحضرتك، انا كنت ماشي في التمرين زي الفل، حلو قوي واخر تمام. وبعدين وكنت عايز انام، لسه هطلع على السرير انام، وبشد اللحاف كده وبشغل مزيكا هادية ومولع لمبة كده كنت جايبها انا معايا، فقلت ايه علشان ابقى عايش بقى براحة نفسية كده تمام، ولسه هنام وغمض في تجريني الساعة 12 بعد نص الليل عشان تحكي لي تاريخ حياتك في السرير، وجاي تقول لي انام وما نمشي. اتفضل يا استاذ قول انت جاي هنا ليه. خلاص طالما انت الدكتور بتاعي ومش طايقني ولا طايق لي كلمه، وهو انا المفروض بفضفض على صدرك وبشكي لك همومي ومش عاجبك، لا مش عايز لك كلمه، انا مش هتكلم. لا هتتكلم، هتتكلم وتقول عايز ايه. حاضر هتكلم، بس خلي بالك طويل معايا شويه بس عشان اعرف اقول لحضرتك اللي انا عايز اقوله بالظبط. انا داخل انام، دخلت عليا نانسي الممرضه اللي هي التخينه ديت، دخلت عليا بالعشاء، كانت جايبه لي حته جبنه وزبادي وزيتون اسود كده. انا ما بحبش الزيتون الاسود ده لانه ايه شكله، انا ما بحبش الزيتون التاني اللي هو من بلاد بره، انما السيوي. يا ابني في عرضك تقول انت عايز ايه؟ ايه السؤال؟ دخلت على نانسي بقى على طول اول ما شفتها، قلت لها لو سمحتي انت ممكن تكوني انسانه ست وممكن وبعدين وبس. بس ايه؟ بس ما هو ده السؤال يا ابي يا دكتور. اللي هو ايه بالظبط؟ حدد. الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايه تاني بقى؟ يعني انت سبت اللي في الدنيا دي كلها وما جيتش الا على الانسان وما عرفتش ايه دي بقى اللي صدرتني؟ والله هي جت معايا كده بالصدفه البحته يعني. والمطلوب مني انا ايه دلوقتي؟ تجاوبني على سؤال. يا ابني انا دي مش مهمتي، وانا لو جاوبتك يبقى انت هتخف ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تدور على الامكانيه الثانيه اللي ممكن يكونها الانسان، فاهم ازاي؟ ولو ما عرفتش تدور على حاجه ثانيه وتتمرن عليه. يبقى مش هنام يا دكتور. يا ابني انا كاتب لك في المستشفى على منوم ينيم جمل، ما نمتش ليه؟ اديته للجمل. انا بهزر معاك يا دكتور، مش هنعرف نتكلم كده مع بعض ولا ناخد وندي في الكلام بصراحه. انا بصراحه المنوم ضحكت على نفسي ما شربتوش، حطيته تحت لساني وما بلعتوش. طب اتفضل بقى دلوقتي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه؟ مش عارف، انا دخت فجأة ودماغي لفت بيا. لا اوعى تنام لي هنا، فاهم ازاي؟ الله يخليك يا دكتور، استنى الظاهر المناوم قرب يشتغل معايا. يا ابني انت مش قلت ما خدتوش؟ انا ما خدتوش، انا حطيته تحت لساني على بال ما تخرج ننسى ابقى اطلعها، وبعدين زي ما تقول الظاهر ده في بقي. لا 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 اوعى تنام هنا. سعيد 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 يا ولد، خلاص بقى يا علوي سيبه نايم. يا اخوانا غلط غلط ان المريض النفسي يبقى مرتبط بالدكتور بتاعه كده، ده اولا. ثانيا اني انا مش ممكن انيم واحد غريب في بيتي. ثالثا انتوا عارفين ان في ناس بتوع التلفزيون جايين بكره هيسجلوا معايا برنامج، وممكن الفصل ده يبوظهولي. خلاص بما انه فصل سيبه ينام في استراحه الجنينه، مش هيجرى حاجه. استراحه الجنينه دي مش جزء من البيت ولا ايه؟ لا يا بابا دي مجرد ملح زائد اوضه الغفير جنبها يا بابا. وبعدين حرام عليك تسيبه يمشي وهو في الحاله دي. انت عارف احنا ساكنين في حته مقطوعه بيننا وبين العمار مش اقل من 30 كيلو، وهو تبقى عملت حاجه لله يا ابي. يا
يا جماعه انتوا فاكريني ايه؟ ان انا ما عنديش قلب يعني خالص كده؟ وده معقوله برضو؟ نقطينا بسكاتك انت بس يا سعاد. الله يا جماعه، انا كان ممكن ابيته هنا، لكن انتوا عارفين يعني ان انا الاستراحه دي انا حاطط فيها جهاز 8.5 مليون جنيه استنى عليه بس اما انقله المستشفى. مش ممكن انا يمه في اوضه فيها جهاز بنص مليون جنيه. يوه يا علوي بلاش حجج بقى، انت عارف ان الصراحه اوضتين، حاطط الجهاز في اوضه وقافل عليه، نايمه في الاوضه التانية بقى. خلاص اتحلت ولا في مشكله تانية؟ خلاص روح للغفير وقول له يشيله ويروح ينيمه هناك لحد ما يغور بكره في المستشفى. حاضر يا بابا حاضر. قول بايه ده؟ اي تاخد القهوه؟ لا بابا. علوي ايه بس في ايه؟ انا عايزه اتكلم معاك من امبارح بالليل. بعدين بعدين. لا مش بعدين يا علوي، انا عايزه اتكلم معاك دلوقتي اسمعني. اهو يا فندم. ايه ده قهوه؟ مش انا قلت 600,000 مره انا ما بشربش القهوه الصبح؟ وده ايه ده كمان؟ جبنه وبيض وسميد؟ انا في قطر يا اخوانا كل يوم جبنه وبيض وسميد، كل يوم جبنه وبيض وسميد. ما انت بتحب الجبنه والبيض والسميد، ايه اللي حصل؟ المهم دلوقتي اسمعني. الله يعني حابك تنرفزوني يوم وانا جاي بسجل البرنامج؟ يعني ما حبكش الا النهارده يعني. علوي انا مش عايزه انرفزك ابدا. الله ما خلاص انا اتنرفزت، ولا عايز اضايقك ولا عايز احرق اعصابك. الله ما انا اتنرفزت اهو، اتحرقت اعصابي اهو خلاص. ايه اللي فيها؟ فاضل ايه تاني؟ انا عايزه اقول لك يعني ان الاولاد مالهم؟ ما فيش حاجه، لولا عندها رحله ووائل عنده مذاكره. الله والتسجيل؟ يعني يمكن يحضروا التسجيل ويمكن ما يحضرهوش. يعني ايه يمكن ويمكن؟ دي معناها ايه؟ في حاجه اسمها يمكن ويمكن؟ الله ما هي دي النظريه بتاعتك. غلط، ما حدش قال كده ابدا. الله ثم عايز افهمك يا ست هانا، ده برنامج عالمي بيحضروه المشاهير، اخر ناس حضروا فيه رونالد ريجان ونانسي وكلبتهم، وانت مش عايزه اولادي يحضروا التسجيل؟ انا والكلبه هنحضر. هتحضر انت والكلبه ولادي؟ لا خلاص ما تزعلش نفسك. ما تزعلش نفسي ايه؟ ما خلاص انا زعلت. هما فين؟ فين هما؟ اهدى ارجوك ما تنرفزش نفسك يا علوي. اظن طبعا انا عودتكم في الاحداث الهامه ان احنا نقعد مع بعض ونتحاور ونتناقش الى ان نصل كلنا الى راي واحد، مش كده ولا ايه؟ لا طبعا عندك العيب، دايما بتاخد راينا. بعد اذنك. ومن نفس المنطق ده احب اسمع رايكم انتوا الاثنين، انتوا ليه مش عايزين تحضروا التسجيل بتاع التلفزيون؟ انت يا لولا. ابدا يا باب، مش حكايه مش عايز، كل الحكايه ان انا عندي رحله بحضرتك عارف وسامح لي بيها من زمان بس. وانا عندي مذاكره مهمه يا باب، وبعدين استاذ الفلسفه في مصر الجديده بعيد، عبال ما اروح له وارجع مش هلحق البرنامج بس. فعلا دي اسباب مقنعه جدا، وده عذر قوي جدا انكم ما تحضروش تسجيل البرنامج. صحيح يا بابا. صحيح صحيح يا بابا. امال؟ طبعا انا عن نفسي طول عمري راجل ديمقراطي ليبرالي، اقبل الراي والراي الاخر. طبعا ممكن ممكن. اخرس، انا خلاص اقتنعت بظروفكم، تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، بس في نفس الوقت انا كمان اقدر اعمل اللي انا عايزه. طبعا يا بابا. دلوقتي يا مامي انت ممكن تروح الرحله بتاعتك وده من حقك، وانا ممكن اسحب التمويل بتاعي بتاع الرحله وده من حقك، وانت ممكن تروح الدرس بتاعك وده من حقك، وانا ممكن ما ادلكش فلوس الحصه وما ادلكش فلوس المواصلات وده من حقك. يبقى احنا التلاتة كده دلوقتي كل واحد مارس الحق الذي خول له. طب وانا هروح الرحلة ازاي يا بابا؟ والله يا مامي دي مشكلتك كنت تحليها بنفسك. الله، طب والدرس يا بابا؟ والله يا بابي دي مشكلتك كنت تحلها بنفسك. لما هو يا بابا من غير فلوس ولا مواصلات مش هنقدر نخرج من البيت من اصله. والله يا حضرات دي مشكلتكم وانت تحلوها بنفسكم، اتفضلوا بقى. تعرف يا بابا؟ انا طول عمري اسمع عن الديمقراطية ام انياب، بس دي بقى أول مرة أشوفها. فعلا فعلا يا بابا، لان اللي احنا فيه ده ممكن يبقى ديمقراطيه وممكن في نفس الوقت يبقى ديكتاتوريه. انا سعيد يا اولاد والله لان احنا لاول مره نتفق على راي واحد. بمناسبه سعيد، من فضلك تروح للواد الغفير دلوقتي تقول للولد اللي اسمه سعيد ده يمشي قبل عربيه التلفزيون ما تيجي. اتفضل اتفضل يا استاذ، امشي يلا.
من فضلك يا اخ. هاني كمر مخرج برنامج المشاهير في منطقه الشرق الاوسط. اهلا وسهلا، وانا سعيد. مش مهم مش مهم، عايز اقابل الدكتور حلوى، الاقيه فين؟ هو ممكن يكون في الفيلا وممكن يكون في الجنينه. ايه هو اللي ممكن؟ مش ممكن، مش معقول كده. لو سمحت لو سمحت اشتكيت. في ايه يا باشا؟ انت بتعصب عليك. ما تقوليش ممكن مش ممكن، ممكن اقيلي فين؟ لا لا لا، ده خلاص انت خلاص 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 خلاص. لو سمحت انت تعالى كلمه بدل ما اضربه. لو سمحت بيه دكتور حلاوه، ممكن الاقيه فين؟ اتفضل معانا جوه. شكرا، اتفضل انت الاول. انا وائل، صباح الخير. وانا سعيد، صباح النور. صباح الفل، اهلا وسهلا. بتفهم في الموتوسيكلات صباح الفل؟ يعني صباح القشطه. هو الموتوسيكل ده بتاعك؟ بس مع ايقاف التنفيذ. اه، يعني ايه بقى مع ايقاف التنفيذ؟ يعني اوامر الدكتور علوي حلاوه. طب ليه؟ عشان ما يحرقوش وسط الدكاتره، وبعدين جاب لي عربيه وعايزنا نركبها. لا هو مش عارف، هو برضه ممكن يكون ممتع وممكن يكون خطر. ايه ده؟ نفس راي بابا. الله، انت تعرفه من زمان؟ اه يعني من مده مش كبيره يعني. اعرفك بنفسي، انا المجنون الجديد. قصدي يعني انا العيان الجديد بتاعه. الله، ولحقت تقول ممكن وممكن؟ طب بذمتك ده رايك بصراحه؟ لا بلاش 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 حكايه الصراحه دي ارجوك. الله، بلاش ليه؟ انت باين عليك ما نمتش من امبارح. لا مش حكايه نوم، لا بس انا مش ههرب، انا مش ههرب، انا حواجي، انا هقول الحقيقه وهقول الصراحه. بصراحه كده الموتوسيكل ده يناسبك اكتر من العربيه، وحكايه انك انت ان ابوك يستعر منك قدام صحابه دي حكايه مش مبلوعه بصراحه. مشكله؟ ايوه كده. هو ماله انت ماسك مفتاح في ايه؟ هو في ايه؟ متهيألي ترومبه. ترومبه ايه؟ الله، انت مجنون زينا ولا ايه؟ ترومبه ايه اللي جاب الترومبه هنا؟ ترومبه هو ما فيهوش تسجيل؟ حتى بس الكارت عندك اللي هو بتفل اللمبه دي يمين شويه. بلبل صوتك شويه، صوتك شويه، بيت ناس ده. حاضر يا فندم، اتفضل. جميل جميل جميل، خليهم يحاسبوا على حاجه. حاضر يا فندم، تحت امرك. احنا في البدايه هناخد الركن ده هنصور فيه. حضرتك قلت لي انه هيكون معاك المدام وبنت حضرتك وابن حضرتك واخت حضرتك وكلبة حضرتك كمان. كمان هايل، مارفلس. ده هيديك مصداقيه اكتر عند المشاهد الغربي. شكرا شكرا. ايه العفو. سعيد في ايه؟ معرفش. انا مش قلت له يغور؟ مدام زيزي لو سمحتي. يا فندم، ممكن تقولي لي لون الفستان اللي هتلبسيه؟ هو اللي انا لابساه ده اسود بالفوشيا. بليز معلش، خليه فوشيا في اسود. حاضر، تحت امرك. فوشيا في الاسود. خلاص براحتك. تليفون يا فندم. هرد من المجد. شوفوا لي سعيد ده فين. ايوه انا. اقفل انت، اقفل. ايوه سي. ايوه 37. لا ما يهمش، عندي. ايوه عندي. بقول لك ايه، هبعتهولك تدي له حقنه مخدره تنيمه 4 ايام، فاهم ازاي؟ مع السلامه. سعيد يا سعيد، الواد ده ايه اللي مطلعه فوق؟ يلا مش اطلع بره، وانت كمان هنلي موقفك هنا، اتفضلي انزلي تحت. يلا 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 يا استاذ، اتفضل امشي من هنا. يلا. يا ابي مش عايزك تزعل، قصدي يا دكتور مش عايزك تزعل مني، انا كنت ماشي، بس انا عايز اتفرج الاول على البرنامج. هو ده ايه، تمثيليه ولا برنامج حقيقي؟ انت مالكش دعوه باللي بيحصل هنا، اتفضل يا استاذ دلوقتي امشي، هتلاقي 600 عربيه على الطريق توصلك. يلا اتفضل روح المستشفى بقى. يلا. بعد اذنك يا دكتور لو سمحت. لسه في، اتفضل من فضلك. لحظه واحده هفضلك. ايوه اتفضل يا استاذ، اطلع المستشفى. يلا. يا دكتور انا كده مش هيجي لي نوم من غير ما اعرف السؤال، انا عايز اعرف السؤال الاول. في المستشفى هيقولوا لك كل حاجه، اتفضل يا استاذ امشي من هنا دلوقتي. يا دكتور لو سمحت. ايه ده؟ احنا اتقابلنا قبل كده.
مش كده؟ يقرب ايه لستك يا دكتور؟ ما يقربليش. انا 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 المجنون بتاعه. فندم؟ من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك يا سيدي المحترم. أيوة. يا فاضل، ده عباره عن كيس حاله عندي في المستشفى. عيل انكريدبل، مش معقول، فظيع فظيع، مش قادر اصدق. ماله في ايه؟ الدكتور والعيله والمجنون. هايل 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 هايل. ايه يا استاذ؟ هو ايه اللي هايل؟ انا بقول لك ده مش هتصور معايا في البرنامج، يعني مش هتصور في البرنامج. اتفضل يا استاذ امشي. ليه ما صورش؟ يلا امشي. ما صورش. لحظه 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 واحده يا دكتور، لحظه واحده يا دكتور لو سمحت. ازاي يمشي؟ غلط كبير جدا، ده مهم جدا. ده صورتك، الايمج بتاعك، صدقني هيكون هايل قوي قوي قوي. الدكتور والعيله والمجنون، صدقني ده هيديك مصداقيه اكتر عند المشاهد الامريكي. انا جمهوري كله في امريكا على فكره. شفت؟ ممتاز، يمكن اكتر من الكلبه كمان. يا استاذ من فضلك قلت لك من ده مش هيتصور في البرنامج، يعني مش هتصور في البرنامج، مش هيطلع في البرنامج، يعني مش هيطلع في البرنامج. انا استاذ كبير وقلت 100 مره محدش يعلي صوته عليا، فاهمين ازاي؟ صوتك جايبني من تحت، ما تنرفزش نفسك. الافندي. ايوه. عايز الافندي. ايوه. يطلع معايا في البرنامج. ايوه. طب وفيها ايه يا بابا؟ ده حتى سعيد كويس وهايل. أيوة. وبعدين كده هيبين للناس ان حضرتك مهتم بالعيانين بتوعك. بالظبط. اخلص. وممكن كمان ياكد البحث بتاع حضرتك، المتكيفون مع الواقع. ايوه طبعا، بس لازم نسال الاستاذ سعيد هل هيقبل ان هو يطلع في التلفزيون او هيرفض. والله ده يقف على اسم هيتحط فين؟ في تتر البرنامج وفي المقدمه كمان. انا قلت ده مش هيطلع معايا في البرنامج يا استاذ، يعني ده مش هيطلع معايا في البرنامج، فاهمين ازاي؟ طيب دكتور لو سمحت، ممكن افهم ايه وجه الاعتراض؟ هيكون ايه غير حقد وقلوب سودا؟ مش عايز نطلع قدامه في الاحوال. ايه؟ ظهور العيان في التلفزيون ده ممكن يضره، ممكن يضره يا اخوانا، وممكن يفيده. بالظبط يا بابا، ممكن وممكن. يا اخي روح اللي ممكن ممكن. خلاص خلاص سيبني، انا موافق. هايل هايل مكياج. خلاص يا عمي هدي نفسك، مفيش داعي للعصبيه دي ابدا. انا لا يمكن اوافق على كده ابدا، لا يمكن اسمح للفصل ده ان هو يطلع في البرنامج بتاعي. ده البرنامج بتاعي انا وبتاع البحث بتاعي انا. اه طبعا طبعا، بس انا واختك والاولاد والكلبه. انتوا عيلتي، ممكن اديكوا دقيقتين ويعني كلكم على بعضكم كده، لكن البرنامج ده بتاعي انا، بتاع البحث بتاعي انا. ايوه مظبوط مظبوط، عندك حق، بس المهم دلوقتي هتتصرف ازاي؟ ده انا ههد الدنيا، لازم افهم المخرج ايه الحاجات اللي ممكن يعملها سعيد دي على الهوا. يعني سعيد ممكن يعمل اي حاجة؟ والله ممكن، ممكن يتشقلب، ممكن يصرخ، ممكن يعض الدنيا كلها. امال ايه يعني؟ مش عرفنا هيعمل ايه. فين ال فين البدلة بتاعتي كحل اللي انا هلبسها عشان البرنامج؟ بدلة ايه؟ البدله هتنطق عليك. مدياك منظر فخيم. الحقيقه انا بليق في البدل قوي، انتوا عارفين ان دي اول مره في حياتي البس فيها بدله؟ ده بجد؟ الله، بس الكوتش بتاعي طبعا. بس انتوا لاقيين البدله دي فين؟ لا ما تشغلش بالك، دي بتاعت بابا. طب هو مش هيزعل كده لو لقاني لابسها؟ لا لا لا، ضعيفه قوي 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 لما يشوفك لابسها. الحقيقه انا مش عارف اودي وشي فين من الدكتور حلاوه، لغايه امبارح بس ما كنتش طايق الدنيا باللي عليها، النهارده شايف حياه جديده وحبيبها، يا ربنا يخليه لي الدكتور حلاوه. الحمد لله. لولا ما تعرفيش ماما فين؟ انت فين يا عمتي من الصبح؟ سعاد. سعيد؟ سعاد سعيد، ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ هو انت الحالة الخاصة جدا اللي حلوي بيقول عليها؟ انت اتغيرت قوي يا سعيد. البدلة، اصل انا بليق في البدل قوي، شيك عليا يا سعيد. مش قصدك على البدلة برضه؟ لا يا سعيد، اللي جوه البدلة. ايه ده؟ هي البدلة كان جواها ايه؟ انت يا سعيد يا ايوب، صحيح احنا ما شفناش بعض بقالنا كتير، بس انا فاكره شكلك كويس قوي. شكلي عجز مش كده؟ عجزت ايه بس؟ اللي قولي، انت اتجوزت؟ لا. وانت؟ ما اتجوزتش من ساعتها. ليه؟ يعني مش فاكر؟ بس والله ممكن اكون فاكر وممكن اكون مش فاكر. يعني ايه؟ يعني ممكن اللي حصل زمان اكون فاكره، وممكن اللي حصل زمان يكون راح وانتهى وما عادش له اي معنى. عندك؟ لا، عندك انت. مش بقول لك
سعيد بتاع زمان، كنت عارفه فيه الوضوح والصراحه زي الشمس. ارجوكي، انا كنت مجرد طفل جاهل، لان كنت متخيل ان الحقيقه ليها وش واحد بس. مين قالك الكلام الفارغ؟ اخوك الدكتور حلاوه. افهم من كده ان طلبك ايدي زمان كنت بتعتبره جهل وطفوله؟ لا، طفوله وجهل كمان بترتبها يا سعيد. مش بقولك ده اللي اتغير فيك؟ قدامك عينيك اللي بتلمع، لسانك اللي زي الفرقله. لسان اللي زي الفرقله ده تحول الى طلطيش على ظهري انا بس. من امتى؟ من زمان، من 5 سنين، ساعة ما فرقوا بيني وبينك. الدنيا قعدت تلطش فيا وانا لطش فيها لحد ما وصلتني المستشفى المجانين. على فكرة لولا اخوك الدكتور حلاوة انا كان زماني مش عارف اقعد معاكي ولا اكلمك حتى. يعني خلاص مش فاكر حاجة من الماضي خالص يا سعيد؟ بص في عينيا، بص في عينيا وجاوب يا سعيد. بصراحة فاكر وعمري ما نسيتك، حتى اللي حاولت انساكي بيها سرقت مني الشقه واتجوزت فيها. وليه انا ما حاولتش انساك؟ انا صحيح انشغلت وشغلت نفسي بالشركه اللي بكونها، لكن عمري ما نسيتك يا سعيد. لا يا سعاد، لا، ده ضد العلاج بتاعي. يا سلام، يعني العلاج بتاعك ناجح بالشكل ده؟ ايوه، فاضل سؤال صغنن بس والاقي الاجابه عليه، وساعتها ساعتها الدنيا هتبقى بامبي. ادي كل البدل اللي في الدولاب، مش لاقي البدل. اهدى بس وما تزعلش نفسك، واكيد هنلاقيها. مش ممكن، دي مؤامره، ده تخريب. تخريب ايه بس؟ دور بس هنلاقيها ان شاء الله. اتفضلي يا ست، الدولاب عندك اهو من اوله لاخره، دوري حضرتك فيه. انا دورت، البس اي حاجه تانيه، هنعمل ايه بس؟ الله، ايه ده؟ ايه؟ مين اللي بيتمشى مع سعاد في الجنينه ده؟ انا مش عرفني، يمكن حد هي عزمان. ايه تاني؟ يلا بسرعه. مش ممكن. ايه في ايه؟ ده لابس بدله زي بدلتي. ده 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 ده, ده. اكيد ده الواد ده سعيد. يا دكتور، يا دكتور ارجوك استناني بس، انا كنت عايزك الاول تتعرف على المذيعه اللي هتعمل معاك اللقاء. من فضلك انا اللي عايزك تسمعني دقيقتين في حاجه مهمه جدا. ايوه يا دكتور، بس حضرتك لسه ما لبستش. يا سيدي مش مهم ان انا البس، انا المهم عايز اقول لك الحاجه اللي في نفسي دي وخلاص. اوه دكتور، دكتور انا فعلا مش عارف انت خايف ليه بالظبط. والله يا اخي انا مش عارف ازاي انت هتطلع واحد مجنون على الهواء قدام ملايين المشاهدين بالشكل ده. دكتور ممكن تسمعني لو سمحت؟ هو فعلا سعيد ده ممكن يعض بجد؟ والله ده رأي طب ممكن. على العموم ما تقلقش، برضو احنا بنتحمل مصاعب كتير في شغلنا ده. على سبيل المثال ولا الحصر طبعا، انا لما كنت في حرب جنوب شرق اسيا جت عليا قنبله ضخمه جدا وقعت جنبي بالظبط، لدرجه انه صباعي الصغير كان هيتكسر فيها. حتى شوف يا اخي، انا بكلمك دلوقتي عن واحد مجنون هنحطه على الهواء قدام ملايين المشاهدين، وانت تقول لي جنوب شرق اسيا وقنبله وقعت جنبي وصباعك اللي هتعور؟ ده كلام؟ متاسفه وراكم شكر. لا ابدا ابدا، اتفضلي. دكتور احب اعرفك على مدام ياسمين، المذيعه، مذيعه المليون دولار. اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. الحقيقة أنا من معجبينك، وخصوصا في البرنامج بتاع دكتور أوبنهايمر. ميرسي أوي، اسمح لي أشكرك وأقول لك أنا قد إيه معجبة بفكرتك العبقرية إنك تطلع معاك واحد مجنون في الحلقة. هو في الحقيقة فكرة فعلا بتعبر عن عقل واسع وإدراك بأهمية الميديا على إنسان العصر، وده طبعا مش غريب على دكتور مفكر عالمي زي حضرتك، ويشرفني إن أنا أطلع معاه في البرنامج. والله يعني هي كانت فكرة بتاع بنت ساعتها كده. العباقرة اللي زي حضرتك هم اللي يقدروا يطلعوا فكرة زي دي في وقتها. طيب استأذن انا يا جماعة عشان اكمل لبسي، ده بيتكم. ايوه بس دي فكرتي انا. اخرس، انت عمرك فكرت يا هاني يا كرامر هتيجي على الاخر وتفكر؟ والله العظيم فكرتي انا. مشاهدينا الاعزاء، النهارده ببرنامج مشاهير يسعدنا ان نقدم لكم شخصيه من اهم الشخصيات العصريه، الدكتور علوي حلاوه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور علوي حلاوه، سؤال روتيني بنساله لكل ضيوف مشاهير، تفتكر شهرتك جت منين؟
والله أنا شخصيا يعني لما بستكشف روح البيئة الشرقية وأنا بأرجعها دائما في العوامل النفسية وفي المود النفسي، فهذا يدل بغير شك الرجوع دائما إلى الأصالة، ما فيش كلام. وحينما أستحدث نظريات وأسس جديدة في التربية وفي أبحاثي وفي علم النفس، فهذا أيضا شيء من المعاصرة في الأبحاث العلمية، ما فيش كلام. دكتور علوي حلاوة، دكتور أنا فعلا مش عارف أنت خايف ليه بالظبط. والله يا أخي أنا مش عارف إزاي أنت هتطلع واحد مجنون على الهواء قدام ملايين المشاهدين بالشكل ده. دكتور ممكن تسمعني لو سمحت، هو فعلا سعيد ده ممكن يعض بجد؟ والله ده رأي طب ممكن. على العموم ما تقلقش، برضو احنا بنتحمل مصاعب كتير في شغلنا ده. على سبيل المثال ولا الحصر طبعا، انا لما كنت في حرب جنوب شرق اسيا جت عليا قنبله ضخمه جدا وقعت جنبي بالظبط، لدرجه انه صباعي الصغير كان هيتكسر فيها. حتى شوف يا اخي انا بكلمك دلوقتي عن واحد مجنون هنحطه على الهواء قدام ملايين المشاهدين وانت تقول لي جنوب شرق اسيا وقنبله وقعت جنبي وصباعك اللي هتعور، ده كلام؟ متأسفة وراكم شك. لا ابدا ابدا اتفضلي. دكتور احب اعرفك على مدام ياسمين المذيعة، مذيعة المليون دولار. اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. الحقيقة انا من معجبينك وخصوصا في البرنامج بتاع دكتور اوبنهايمر. ميرسي قوي. اسمح لي اشكرك واقول لك انا قد ايه معجبة بفكرتك العبقرية انك تطلع معك واحد مجنون في الحلقة. هو في الحقيقة فكرة فعلا بتعبر عن عقل واسع وإدراك بأهمية الميديا على إنسان العصر، وده طبعا مش غريب على دكتور مفكر عالمي زي حضرتك، ويشرفني إن أنا أطلع معاه في البرنامج. والله يعني هي كانت فكرة بتاع بنت ساعتها كده. العباقرة اللي زي حضرتك هم اللي يقدروا يطلعوا فكرة زي دي في وقتها. طيب أستأذن أنا يا جماعة عشان أكمل لبسي، ده بيتكم. ايوه بس دي فكرتي انا. اخرس، انت عمرك فكرت يا هاني يا كرامر هتيجي على الاخر وتفكر؟ والله العظيم فكرتي انا. مشاهدين الاعزاء، النهارده في برنامج مشاهير يسعدنا ان نقدم لكم شخصيه من اهم الشخصيات العصريه، الدكتور علوي حلاوه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور علوي حلاوه، سؤال روتيني بنساله لكل ضيوف مشاهير، تفتكر شهرتك جت منين؟ والله انا شخصيا يعني لما بستكشف روح البيئة الشرقية وأنا بأرجعها دائما في العوامل النفسية وفي المود النفسي، فهذا يدل بغير شك الرجوع دائما إلى الأصالة، ما فيش كلام. وحينما أستحدث نظريات وأسس جديدة في التربية وفي أبحاثي وفي علم النفس، فهذا أيضا شيء من المعاصرة في الأبحاث العلمية، ما فيش كلام. دكتور علوي حلاوة، دور الأسرة إيه في حياتك الخاصة؟ والله ما فيش شك إن دور الأسرة المتفاهمة له دور كبير جدا في حياة المشاهير، وخصوصا إذا كانت أسرة متفاهمة بكل القيم اللي أنا زرعتها فيهم، وده يعود بنا إلى الأصالة في تربيتنا الشرقية. وأيضا إذا تحدثنا عن أساليب التربية الحديثة التي زرعتها أنا فيهم أيضا يدل على أن هناك شيء من المعاصرة، مفيش كلام. دكتور علوي حلاوة، بحثك الجديد المتكيفون مع الواقع، ما مدى النجاح اللي حققه في التطبيق الواقعي؟ والله هو في الواقع التطبيق العملي انا لو سمحت، انا لو سمحت ممكن انا ممكن اجاوب على السؤال ده. سعيد ايوب، مريض من مرضى الدكتور علوي حلاوه، تقدر فعلا تكلمنا عن البحث؟ اقدر طبعا.
لا شوف اما اقول لك بقى اصل انا من البحث ده يعني مش اكمني بينتمي للبيئة قوم يعني يبقى اصاله لا 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 ولا اكمني يعني بينتمي للعصر قوم يبقى معاصره لا 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 سيبك من الكلام ده سيبك الكلام ده كلام فارغ انا ما اعترفش بيه وهلضمه انت هلضمه انا اقصد كلام العلماء الكبير العظيم يا هانم انا مجرد مريض على قد حالي ها انا بس اقدر اقولك ان البحث ده كان له تاثير كبير قوي عليا طب تصوري حضرتك انا كل عمري اللي عشته متصور ان اللون الاخضر ده اخضر امال هو ايه اهو سؤالك ده يدل على انك انت واخده الحقيقه بوجه واحد مع ان هي ليها اكثر من وجه يعني اللون الاخضر ده انت متخيله طول عمرك عايشه وحاسه ان اللون الاخضر ده هو لون اخضر لكن هو ممكن فعلا يكون اخضر وممكن يكون لونين ممزوجين على بعض اللي هو الاصفر والازرق يعملوا اخضر شفت بقى حضرتك الحقيقه الواحده ليها اكتر من وجه ازاي كويس قوي بس ده يفيد بايه ومعناه ايه انا اقول لك على معناه لا ارجوك خلي المريض هو اللي يتكلم ايوه بس انا صاحب البحث لكن من المثير ان احنا نشوف اللي تم عليه التطبيق هو اللي بيتكلم اتفضل يا استاذ سعيد هو معنى البحث ايه معنى البحث ان الواحد لابد ان يكون يمتلك في هذه الحياه امكانيات كتيره جدا علشان يقدر يستوعب ويفهم موضوع واحد عشان ما يتضايقش وما يتنرفزش وما يستعجبش وما يضربش دماغه في الحيطه يعني مثلا هقول لك حاجه صغيره يعني لو افترضنا مثلا ان انا خدت من حضرتك الشنطه دي انت هتصوري وتنفعلي وتتضايقي جدا لانك انت تصورتي ان انا خدت منك الشنطه وده يعتبر حقك اللي انا سرقته انا اقدر اقول لحضرتك دلوقتي ان انت غلطانه ليه لو اعتبرت ان الموضوع سرقه مني وترجيح حق ليكي يبقى الكلام ده مش مظبوط لانك ممكن تاخديه بوجهه نظر تانيه خالص يعني ممكن تقولي ايه حضرتك وماله انا مش هتضايق ولا اتنرفز والشنطه دي مش من حقي انا هطلع احسن منه واسيبها له ايه يعني شنطه فيها خمسة جنيه ملفوفين في الضاره وفيها صبع روش قديم ما بستخدموش ومرايه مكسوره والعمليه ما تستاهلش خناق ووجع دماغ يعني لا لا ده مش كلام مش معقول يا دكتور علوي ده فعلا كلام بيدي الانسان امكانيه انه يتاكد ان في وجهات نظر متعدده هي فعلا نظريه مثيره حقيقه تتقال يعني والحقيقه اللي انا عايز اعترف بيها ان متهيألي لولا وجود مدام زيزي ووائل وسعاد ولولا يعني ما كانش ممكن يتحقق الهدوء للدكتور حلاوه اللي يخليه يتمكن من انه يعمل بحث مثير وعظيم زي ده دي الحقيقه يعني احنا بنشكرك يا استاذ سعيد ايوب كان حديث ممتع جدا مشاهدينا الاعزاء كنتم مع برنامج مشاهير وسعيد ايوب بصراحة كان برنامج ممتع متشكرين قوي واضح ان صمتنا كان بليغ قوي لا لا ابدا امال فين سعيد ايوب اشكر مش عارفه مش باين اروح ادور عليه ميرسي بعد اذنك ثانيه واحده ميرسي كمان اهلا كان برنامج هايل الحقيقه تعبت فيه قوي 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 وسعيد ايوب ده هايل سعيد ايوب ده شخصيه هايله وبلع البرنامج ولا بدلته شيك جدا ده بلعه ومضغه ويدوبه تماما هو الدكتور اللي كان مفروض يبقى نجم البرنامج اسمه ايه مش فاكره كده حاجه حلاوه كده سعيد اهدى وبعدين معاك اهدى يا علوي هو ملوش ذنب ملوش ذنب يعني ايه لا طبعا دي ذنب ونص كمان المذيعه هي اللي جرجرته في الكلام وبعدين ما قالش ولا كلمه الا عن البحث بتاعك يا سلام طبعا ما انتوا اتفسحتوا مع بعض في الجنينه ورغيتوا طبعا امال ايه تعرفوا انتوا ايه عن الميديا برامج التلفزيون العالميه طبعا هو اللي اتكلم عن البرنامج هو النجم هو الضيف بلع البرنامج طيب يا سعيد يا مجنون انا لازم اوريك ياه كل ده ما كنتش متصورة ان الدكتور المشهور العظيم يبقى عنده مركب نقص فظيع بالشكل ده بدل ما تبقى مبسوط وسعيد ان البحث بتاعك اتقال لا مهتم بالدعاية والاعلان والمظاهر الكذابة وبس مين قالك ان انا مهتم بكده لا طبعا مش صح انا كان كل اللي يهمني ان البحث بتاعي يتقال باسلوب علمي واضح ادي كل حكاية يا اساتذة من ناحية اطمن خالص البحث بتاعك اتقال بالطريقة العلمية اللي انت عايزها واشتهر كمان ولا ايه يا سعاد اكيد وكان المفروض تبقى مبسوط وتشكر سعيد على انه عرفنا بالنجم وعرفنا بالتواضع العلماء اللي بيقولوا عليه مش تقعد تصرخ وتنادي عليه وتدور عليه طول اليوم وانت تعرفي منين ان انا كنت عايزه ليه ما انت لسه قايل ايه ما وريتك يا سعيد يا مجنون
لا طبعا انا كنت عايز اوريه قد ايه هو يعني كان جميل وعظيم وكان مالي مركزه في البرنامج. كنت عايزه علشان خاطر اقول له يعني ان ابارك له لان هو شوفي تماما ويقدر يواجه الحياه يعني. كنت عايز اشكره لان هو يعني حط البحث بتاعي تحت دائره الضوء ويعني هو فين؟ هو احنا رايحين على فين يا ابي حلاوه؟ مشوار صغير كده وهنرجع. هو احنا راجعين تاني؟ ايوه ان شاء الله اركب. اصل انا كنت عاوز اسلم عليهم بس قبل ما امشي. اركب دلوقتي وبعدين نروح مشوارنا وبارجع سلم واقعد وكل زي ما انت عايز. اركب. هتركبني العربيه دي؟ ايوه. هنرجع بيها؟ هنرجع بيها ان شاء الله. اتفضل. العربيه فيها تسجيل؟ هو واخده رايح على فين؟ مش عارفه، بس انا شايفاه كان بيكلم واحد صاحبه في التليفون اسمه دكتور عصام المهندس. هو أخطر مما تتصور. أمال أنا جبته عندك في قسم الحالات الخطرة ليه؟ ما هو عشان كده، لأن أنا عارف إن قسم الحالات الخطرة بتاعك ده على أعلى مستوى، ده متميز. طب والمستشفى بتاعتك يا دكتور علوي؟ سوري، أصل المستشفى عندي يعني كومبلي يعني، ما أنت عارف، وأصل هو يعني لي معزة خاصة عندي يعني، معرفة قديمة من ناحية أمه يعني، وأنا ما حبيتش يعني أوديه مستشفى عام، حبيت أجيبه عندك هنا تحت رعايتك أنت الخاصة جدا. شكرا يا دكتور قلبي، أنت طول عمرك إنسان مجامل وكريم. إيه الواحد هيعمل إيه بس في قلبه الطيب وضميره المهن الصح؟ لا خلاص، أنا ههتم بالمريض بتاعك وأعامله معاملة خاصة جدا. لا يا اخي لا، انا مش عايزك تعامله معامله خاصه. امال انا جايبه عندك هنا في القسم بتاع الحالات الخطره بتاعك ليه؟ يعني لو في جلسات كهرباء اوفر دوز اديله، يعني صدمات اديله، ميه مجمده اديله، كل المصايب قصدي كل الامكانيات اللي عندك اديله يا اخي. خلاص ما دام ده رايك الطب يا دكتور علمي. ايوه ده راي الطب بقى، ايه رايك انت بقى؟ متأسف ليه؟ عشان ايه؟ يعني عشان اكون حاولت اركب الموتوسيكل. لا ولا يهمك، اركب وتفسح وتبسط، النهارده عيد. متشكر قوي بابا، متشكر قوي. سعيد كان عنده حق بقى. سعيد؟ ما هو قال لي ان انا لو ركبت الموتوسيكل من ورا حضرتك هحط حضرتك قدام الامر الواقع، فهترضى بقى. سعيد قال كده؟ اه. عموما ما يهمش، قال ما قالش، هو مش هيقول بعد كده. بس ده يا بابا. لا ولا يهم، خد جرش العربيه وتفسح زي ما انت عايز. يلا شكرا يا بابا. علمي اتاخرت كده ليه؟ لا ابدا، انا كنت بتمشى بالعربيه شويه كده يعني، وبعدين الجدع اللي اسمه سعيد ده بقى اصر ان هو لازم يمشي. يا ابني اقعد، تعالى بس ارجع لعشان تسلم على الجماعه، مفيش فايده ابدا، حايل عليه من هنا مفيش فايده بقى. ايه يا مجنون انت بتتكلم عن سعيد؟ انت مش مصدقاني ولا ايه؟ سعيد سعيد بتاعنا ده. لا مصدقاك طبعا. اتفضل
سعيد. معلش يا دكتور علي، احنا سبقناك. واضح واضح ان انتوا سبقتوني قوي. ازيك يا بيه؟ اسكت. ممكن يا دكتور كلمه واحده بس صغيره كده في المكتب؟ اتفضل يا دكتور. شكرا. تقدر تفهمني بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا فحصته انا وخمسه اطباء تانيين لقينا سليم 100%. مش كده يا دكتور، مش كده ابدا. انت عارف ان بعض المرضى النفسيين بيحطوا على وجوههم قناع من الصحه النفسيه يوهمك بكده. طب ايه راي حضرتك يا دكتور علوي ان انا فحصته وقريت عليه اختبارات الذكاء واختبارات الوعي لقيت ان مفيش اي داعي لوجوده في المستشفى؟ غلط غلط جدا. ايه راي حضرتك كمان ان سعيد ده فلت؟ تصور انه لفت نظري لنظريه مثيره. نظريه؟ نظريه ايه؟ نظريه التكيف مع الواقع. انا اقول لحضرتك يعني مثلا اللون الاخضر اللي في الكرافته بتاعت حضرتك مثلا يعني ده ممكن يكون اصفر وازرق. علوي علوي هتفضل قاعد كده طول الليل؟ محدش ليه دعوة بيا. علوي بقالك ثلاث ساعات متكوم على الكرسي بالطريقة دي. رب أكون متكوم على الكرسي ده ثلاث سنين محدش ليه دعوة بيا. أيوة بس نفسي أعرف إيه اللي حصل. في حاجة لا قدر الله حصلت في المستشفى؟ الأولاد في حاجة بعد الشر والشر بره وبعيد حصلت لأولادي؟ أسعار إغلاق البورصة مش مريحاك؟ الين نزل والدولار طلع؟ حريقة في العزبة، أكيد حريقة في العزبة وأنت مش عايز تقولي، مش كده؟ محدش ليه دعوة بيا. حاضر، أنت حر. حريقة. أيوة أيوة حريقة. تصبح على خير يا عم صالحي. إيه؟ إيه سعادة البيئة تنام بدري ولا إيه؟ هي يا دوبك كده، تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. خير يا سعاد؟ عايزة ايه؟ خير. عايزة ايه؟ يلا نقعد على البسين نتكلم، عاوزاك في موضوع مهم دلوقتي؟ طب استأذن من عم مصالحي. عم مصالحي ايه؟ عم مصالحي ايه يا سعيد؟ انت مش عاوز تتكلم معايا ولا ايه؟ لا. يلا ماشي. طب خلاص بقى يقلق بقى عم مصالحي، مش مهم. يلا اي خدمة تانية؟ خليكي قريبة مننا، يمكن سعيد يحتاج قهوة ولا حاجة، اصل هنتكلم كلام كتير قوي. وانا اللي كنت فاكرك مش عايزه تتكلمي. بأمرت ايه؟ بأمرت ما سبتني وهربت بعد ما طلبت ايدي؟ لا، بأمرت ما رحت اسكندريه واختفيت. Thank you.
كان لازم تدور عليا، مش ترضخ لتحكم ماما وعلوي. ماما دي ناس يا امك كان شكلها ايه بقى الله يرحمها؟ كانت ايه يعني؟ اللي كانت ايه؟ كانت قوية ومستعفية، دي كانت بطلة جودو سنة 60، ده لما كانت تسلم عليا افضل رابط ايدي اسبوع، ولا لما طبطبت مرة على ظهري، فقرة من العمود الفقري انزلقت وراحت لحالها بقى. عشان كده خفت ونسيتني؟ أنا عمري ما نسيتك يا سعاد. أنت لما سافرت اسكندرية عند خالتك أنا كنت عايز أدور عليكي، بس وقف قدامي حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا حسيت إن سفرك ده كان هروب مني. الحاجة التانية بقى ودي أهم من الحاجة الأولانية، إن خالتك برضو كانت بطلة جودو، كانت قوية ومستعفية، وأنا ما كنتش ناقص بقى أتلطش يمين وأتلطش شمال. كنت عايز أنا أعمل إيه بقى يعني؟ كده خلاص مفيش داعي للكلام دلوقتي. مين اللي هناك؟ مين اللي هناك؟ يهو ايوه امسل. اهلا يا دكتور، في حدا؟ لا سلامتك الف سلام. الواد سعيد فيك ده دو نايم من بدري، ده زمانه شبع نوم كمان. نايم من بدري. طيب ما عندكش حته جبنه قريش انت ولا حاجه؟ لا والله يا دكتور. طب انت عارف العشش بتاعت الفلاحين اللي بعدنا هنا دي؟ دي بتاعت 3 4 كيلو قهوة. لا اللي بعدها بقى عارفها. طيب روح لهم هناك قول لهم الدكتور علوي بيسلم عليكم، بقول لكم عندكوش حته جبنه قريش كده بس عشان نفسه عاتبه شويه. لازم دلوقتي يا دكتور. ايوه يا اخي يلا توكل على الله. حاضر يا دكتور. يلا خد بالك من السكه. حاضر يا دكتور. ايوه حاضر. ما 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 ما, ما شوف اللي تحت رجليك كده عشان ما تقعش ليش في حفره ولا بتاع. فاهم؟ طيب يا سعيد المرة دي بقى مش هترجع. صدقيني يا سعاد اللي كان موجود زمان لسه موجود لحد دلوقتي. يا سلام، بقالنا شايفين بعض أكتر من 24 ساعة ما فكرتش حتى تطلب مني. أطلب إيه يا سعاد؟ مش عارف تطلب ايه اللي طلبته زمان. ايدي يا سعيد. وانا مش عايز يعني يا سعاد، ما انا نفسي بس خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من الحالة اللي انا فيها، خايف فعلا اطلع مجنون. انا عمري ما سمعت عن انسان مجنون بيقول على نفسه انه مجنون. ما هو يمكن علاج اخوكي هو اللي خففني شوية، انما برضو لسه العلاج ما كملش. وهيكمل امتى؟ لما اجاوب على السؤال. وايه هو السؤال بالظبط؟ حكايه الحقيقه اللي ليها كذا وجه، يعني دي ممكن تبقى ترابيزه وممكن تبقى كرسي. فضل التمرين ماشي معايا زي الفل وعال العال لحد ما وقف التمرين عند الانسان. الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايه تاني؟ قول انت، يعني انت مش عارف؟ ما هي دي مشكلتي. فكر فكر يا سعيد، بس مش زي ما اخويا علوي قال لك. لا فكر زي ما طول عمرك بتفكر. يعني اتجنن؟ مين قال لك انك مجنون؟ فكر يا سعيد، الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايه تاني؟ مفيش. الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايوه انسان. بالظبط بالظبط يا سعيد. يبقى كده راجع مرجوعنا للصراحه، الحقيقة لها وجه واحد، الإنسان إنسان. الحقيقة في جوهرها حقيقة وبس. حكاية الوجهين دي ممكن تمشي على أي حاجة في الدنيا إلا الإنسان. الإنسان إنسان وبس يا سعيد. يبقى كده أنا ممكن أتجرأ بقى وأبقى صريح زي الأول، وممكن بصراحة أطلب. تطلب إيه يا سعيد؟ قول. تطلب إيدي؟ لا فنجان قهوة بس عشان قربت أنام. طبعاً أطلب إيدك، أطلبك كلك للجواز. سعيد! طب لو علوي رفض وقال لك لا؟ لا، أنت دلوقتي إنسانة ناضجة وكبيرة وسنك كبر وأردنتي وتقدري تاخدي موقف وتجوزي نفسك. أردنتي في عينك. يا سلام، الدنيا كلها اتغيرت قدام عينيا دلوقتي. حاسة بنسمة الليل اللطيفة، شايفة نور القمر الجميل، شم ريحة الورد اللي بيهفف حوالينا، زي ما يكون زي ما اكون بيتحرق. فعلا ريحه حاجه بتتحرق. حريقه 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 بسرعه. قوم. حريقه ايه بس يا زيز؟ حريقه بتدور فين يا علوي؟ حريقه تحت. تحت؟ ايوه
الشمه بقت حاليها. هتشم ايه بس؟ هشم ايه؟ انزل صرف طفيها ارجوك، يلا بسرعه. تعالوا وراي. في حاجه بتتحرق يا اخوانا، في حاجه بتتحرق. في ايه؟ في ايه؟ حاجه بتتحرق. النار جايه من عند البوابه. بوابه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم اللي اطلب فيه ايدك فيله اخوك تولع. يلا يا سعيد. يا بابا 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 اتفضل يا بابا اتفضل. ما ينفعش ده. الله، اجري شوف لي الخرطوم فين. خرطوم؟ طب انا اجيب الخرطوم منين بقى؟ دور عليه ورا الفيلا يا اخي. اجري. عيلو ايه؟ عيلو اتصرف. سعيد بوظ زمانه اتحرق. بسرعه يا واد، هذا الخرطوم. لا على مهلك يا ابني، دور على مهلك. ما تفتش الواد. الله، الخرطوم الخرطوم يا ابيه. ابيه ايه؟ ابيه دي. الحمد لله الحمد لله يا عيلوي. سعيد كان معايا على البسين، لولا كده كان زمانه ولع. ايه بتعيط ليه بس؟ حمدلي على سلامتك، الف حمدلي على سلامتك يا سعيد. ولا اقول لك عيط عيط، ايه هذا بنص مليون جوه زمانه اتحرق. ما تزعلش نفسك يا اخويا، ما تزعلش نفسك. اهدى يا عيلوي اهدى، ما تحرقش اعصابك. ايه ده؟ ابي اعصابه اتحرقت؟ خرطوم الميه بسرعه يا وائل. خلاص خلاص يا علو، ما تزعلش نفسك، ان شاء الله ربنا هيعوض عليك يا اخويا. انا مستعده اديك كل ثروتي، بس بعد اذن سعيد طبعا. بعد اذن سعيد طبعا. يا علو، انت ما تعرفش ان انا وسعيد اتفقنا على الجواز؟ مش هتزورونا خالص، لان احنا ناويين شهر العسل يطول شويه. لا ممكن يعني. لا ارجوكي، ما فيهاش ممكن وممكن، لا ده واضح ومحدد، ناويين شهر عسل طويل وممتد. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. خلي بالك من نفسك، تبقي سلمي لي على عيني. ارجوك يا فندم برضه تبقي سلمي لي على عيني. من عينيا يا اثنين. عيني فرحانوكوا قوي، كان نفسي ابارك لكوا بنفسي. بس انتوا عارفين الذنوب بقى. معلش ربنا يشفيه. يلا يا جماعه سلام. خلي بالكم من بعض. يلا مع السلامه. الف سلامه. مع السلامه عمتي. مع السلامه سعيد. فضلك من عمتي. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك. ولا هو ممكن يبقى فرح عظيم او فرح هايل. وزي ما تعودنا بنختتم حلقة برنامج المرأة بسؤال بنوجهه للدكتور علوي حلاوة عن أصول التربية الحديثة بالنسبة للطفل. دكتور علوي أهلا بيك، وحضرتك بترد لنا على السؤال. والله يا أستاذة مديحة، يعني في الواقع أنا لي رأي، يعني أرجو إن يجد صدى، يعني هو الرجوع إلى أساليب التربية القديمة، وإن احنا نستخدم العصا ونكسر ضلع الولد من دول. لا مفيش مانع يعني، لأن واحنا بنربيه، لأن ده يعني زي ما هو رجوع إلى المعاصرة، فهو أيضا بيمتد لورا للأصالة يعني، وزي ما بيقولوا في المثل عندنا يعني. هو بيقول لك يعني رب ابنك واحسن أدبه، من مات لم فرد أجله يعني. مفيش كلام يعني. ومن ناحية أخرى لو تحرق رجالك.